السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هنبتدي على طول دلوقتي إن شاء الله. احنا دلوقتي إيه؟ بقينا وكام؟ بقينا الساعة كام؟ 10 دقايق. وعشرة. طب اتس انف يعني برضه، عشان برضه إيه الموضوع أصلا مش قصير. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. موعدنا النهاردة في اللقاء ال29، خلينا نقول التاسع في المرحله الثانيه من سلسله محاضرات كيف تكون مدير مشروع دولي، خريطه الطريق تكون مدير مشروع دولي، رود ماب تو بي ذا ناشونال بروجكت مانجر. الحقيقه احنا اتكلمنا في موضوع الاربع خمس محاضرات اللي فاتوا كانوا على اهم حاجه في اي مشروع او في اي شركه او في اي مكان. يعني انت فالحقيقه الموضوع مهم في ايه بقى؟ احنا بنتكلم دلوقتي على النظام اللي اي مدير مشروع لازم يمشي عليه، وده احنا اتكلمنا على تطور نظم الجوده ابتداء من نظم الكواليتي اشورنس. فلقينا ايه؟ ان اول درجه في ان ادير حاجه بشكل علمي منهجي اللي هي الايزو. الايزو للاسف ناس كتير ما بتثقش فيها، هي ما بتثقش فيها، الناس كتير جدا برضو بتقول بقى ايه، بتستسهل، بتقول انا هاخد الشهاده برضو زي اللي بياخد اي شهاده وخلاص، وفاكر ان هو بهذا الشكل كده بيخدم نفسه او بيخدم شركته اللي هيبقى ايزو، يعني معاه ايزو خلاص. لا، الايزو بيخليني اعمل نظام. طب يعني ايه اعمل نظام؟ يعني ان انا هيبقى عندي من اول نقطه لاخر نقطه في بروسيجرز، في اجراءات بتمشي المواضيع. هذا الكلام انا بقوله لمين بقى اكتر؟ للناس اللي عملت مثلا بي ام بي، والناس اللي عملت برنس 2، والناس اللي عملت اي بي ام اي. انت دلوقتي درست وصرفت على نفسك واتكلفت، ويجي شخصك يديني ان يقول لك ده انا اخذت بي ام بي يا دكتور وللاسف ما نفعتناش بحاجه، واللي ياخد برنس 2 يا دكتور احنا خدنا البرنس 2 وما نفعتناش بحاجه. وناس كتير برضو اخذوا اي بي ام اي اللي هي يعني ايه اعلى شهاده، او مش اللي هي شهاده مدير مشروع فعلا، انت خدها مدير مشروع خلاص. طب بيبقى ايه السبب ان هو ما عملش حاجه، او مش عارف يعمل بيها حاجه، او مش بان ما بانش تاثير للي هو عمله؟ لو هو بقى مدير مشروع تمام، طب انا مدير مشروع مش لازم ادير حاجه تدار. يعني لو انا دخلت في مشروع ما فيهوش نظام، او شركه ما فيهاش نظام، او مؤسسه ما فيهاش نظام، او اي حاجه ما فيهاش نظام، نظام اداري، هدير ايه ولا هدير ازاي؟ يعني القصه مش قصه خد انت مليون شهاده، مليون شهاده، ووصل على حته ما فيهاش نظام ورفضه يبقى فيها نظام، واتحدى انها تدار. في نفس الوقت لو اي حد مع مكان في نظام، واقل حاجه في النظام اللي هو الايزو. الايزو ده يعني احنا أو انا اول الايزو اشتغلت معاه كان بتاع 1992، وبتطور بقى من ايام لغايه وصلنا للايزو 2015. دي لاخر فيرجن اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي، على الايزو 9001. فانت لو مكان ما عندوش نظام، ما عندوش بروسيدرز، ما عندوش كواليتي سيستم، ما عندوش هذا الكلام كله من اخره، ده مش مهما خدت من شهادات ومهما عملت من دراسات وما كان عندك من خبرات، لو ما فيش هذا النظام انسى. مش ده بالذات، ما انت ممكن انت تمسك شركه او تمسك مشروع او تمسك مؤسسه ما فيهاش الايزو، انما انت كمدير مشروع او كمدير مؤسسه عندك الاثوريتي ان انت تطبق اي حاجه، تروح جايب هذا الكلام
وتوظبه وتظبطه على الايه؟ على المكان اللي انت فيه ده بقى الحد الادنى. المهم قبل ما نتحرك بقى ندخل جوه، فاللي اخذ بي ام بي، اللي اخذ برنس 2، اللي اخذ اي بي ام اي، اللي اخذ الشهاده بتاعت اللي هي في شهاده ثانيه امريكاني برضه بتاع يلتس برضه انترناشونال بروجكت مانجر، ما يزعلش. ليه؟ لانه انت ما انت لازم يبقى انت عندك الحاجتين موجودين، انت درست اداره كويس وعرفتها ايه مقاولها من اخرها ايه، والمكان اللي انت فيه بقى يا اما في نظام يا اما قابل ان يتعمل فيه نظام. طيب عشان نقول بقى ايه برضو نكمل القصه بتاعت النظام، في ثلاث حاجات عشان انت تقول انا همشي بقى ايه، لان انت عندك 9001 دي ده نظام كواليتي بحت. يعني ايه كواليتي؟ يعني ان انت عندك مؤسسه او مشروع او شركه النظام اللي فيها بيضمن انك هتطلع المنتج المتفق عليه، فيها نظام من الاول خالص، من الاول احنا اتكلمنا على الايه بلان شيك اكت، وقلنا من اول حاجه بالاول حاجه بالشغل ايه اللي هو بلاننج، اللي بعد يعني زي ما كنا بنتكلم قبل كده يا رب الناس تكون قرت او شافت او بصت على الحاجات اللي فاتت. اول حاجه بيبقى فيها البلاننج، ثم بلان، وبعدين الدو على اثنين شابتر، الكلام ده بالايه بالليدنج اللي هي الشابتر كانت شابتر 5، وبعدين ايه 6 و7، وبعدين 8 اللي هو ايه اللي هو البلان والدو، الدو بابين، وبعدين تشيك في باب، وبعدين اكت اللي هو ايه اللي هو الفصل العاشر يعني او الباب العاشر. فالمهم الثلاث انظمه اللي هي ضروريه لاي شركه لاي مؤسسه، اول حاجه اللي هي الكواليتي الايزو 9001 2015، الحاجه الثانيه اللي هو الانفايرمنت اللي هي 14000 ايزو 14000، ده بتاع الانفايرمنت بتاع البيئه، وده هام جدا مهم جدا برضو. طيب الثالث كان ايه؟ زمان كان اسمه 18000، دلوقتي بقى له كام سنه بقى اسمه ايه؟ 45000. فال 45000 ده بتاع الايه؟ السيفتي هي هي كيو اتش اس اس اي، هم الاربع حاجات. فالكواليتي ده 9001، الانفايرمنت اللي هي الاي الاخرانيه بال 14000، وبعدين بقيه الايه؟ الاتش اس اس الفضله في السيستم بتاع الكواليتي والسيفتي بالايه؟ بال 45000. طيب عن شغلنا النهارده هنتكلم على ايه بقى؟ احنا مشينا مع بعض واخدنا وعدينا على كل بنود الايزو 9001، عدينا على البنود بتاعتها وبصينا عليها واحده واحده، وعرفنا كل واحده فيها ايه؟ هطبقها ازاي؟ وايه اللي فيها؟ النهارده هنتكلم بقى، وكله اللي شفناه قبل كده ده موجود بالنص وبالحرف وبالكلمه في الايه؟ في الايزو نفسه. محدش دخل فيها حرف مختلف ولا فصله مختلفه. زي ما هي المواصفه طالعه احنا اتكلمنا عليها. عشان بس ما حدش يقول ايه ان احنا جبنا حاجه من بره، بس دي مطلوب ان انت ايه؟ تقعد تركز فيها، تعرفها، يبقى دي ايه الحد الادنى من ايه؟ من المعرفه ومن العلم، عشان انت تطبق اللي انت اتعلمته في البي ام بي او في البرنس 2 او في الاي بي ام اي، وخاصه السيرتيفيكيشن بتاعك كمدير مشروع. طيب النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنتكلم على ايه؟ كواليتي مانجمنت امبلمنتيشن اند كواليتي مانجمنت اورجانيزيشن. الكلام بتاع النهارده بقى ده اضافاتنا احنا بقى، يعني اللي احنا عملناه وخبرناه، وبنحط احنا عملنا الايزو ازاي التلاتة يعني مع بعض، بس هنتكلم برضه لما نركز برضه على 9001 لانه ده بتاع النظام اللي هو بيعمل لك الكواليتي سيستم. هنتكلم عليه في 20 خطوه اللي احنا بناخدهم 1 2 3 4 5 6 لغايه 20 عشان احصل على شهاده الايه؟ الايزو.
طبعا في ناس مش اذكياء، يعني يقول لك ايه ده، انا ده انا اخد الشهاده ثاني يوم او ثالث يوم، خلاص خدها ثاني يوم ثالث يوم. يبقى انت خدت شهاده، خدت ورقه وصرفت فيها فلوس، يبقى انت ضيعت الفلوس دي. خلاص لو دفعت قد الفلوس دي 4 مرات او 3 مرات ودرست وخلصت وعملت الشهاده بتاعتك، يبقى انت كسبت الفلوس. انما ان شاء الله اي حد لو تصرف ان شاء الله 1000 جنيه على شهاده من اي حته، دي فلوس خساره. يعني انت مجرد بتاخد ورقه، ومجرد الناس تدخل في اي مكان فاهم يعني ايه ايزو، وفاهم يعني ايه نظام، وفاهم يعني ايه اداره، عارف ان هي مش كويسه، وهيعرف وهتبوظ سمعتك، وللاسف هو ده الواقع. طيب تطبيق اداره الجوده وتنظيمها، ده كلام، ده احنا يعني ايه التعريف بقى طبعا، يعني هو حاجه كده يعني لازم تتحط في البرزنتيشنز. الاجنده بتاعتنا النهارده عباره عن ايه بقى؟ اول حاجه هيبقى في انتروداكشن، مقدمه. ثاني حاجه 20 ستيبس فور اجو 9001 2015 كواليتي مارج امبلمنتيشن، اللي هي ال 20 خطوه. ده الموضوع هيبقى طويل شويه، في خطوه هنحاول نجري فيهم، لان ده كلامنا اللي عاملينه يعني. وبعدين اورجانيزيشن في كواليتي هتبقى سهله يعني، لوب الموضوع كله 20 ستيبس دي. اورجانيزيشن في كواليتي ده بسيط جدا، 4 5 سلايدز. ان الاورجانيزيشن بتاع الكواليتي بيبقى شكله ايه جوه الاورجانيزيشن بتاعك، سواء في الشركه او في المشروع. الكواليتي اشورنس ديبارتمنت اورجانيزيشن، اللي هو الاورجانيزيشن بتاع الكواليتي اشورنس ديبارتمنت، اللي هو في الشركه حط فين ازاي نظامه ايه. البروجكت او كونتراكت كواليتي اورجانيزيشن، بعد كده كواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن، دوكيومنتيشن هنتكلم عليه برضه. كل دي حاجات بقى هتلاقيها حاجات ايه بسيطه، يعني اللي هي هتشوف الكلام بسيط جدا. الاجنده البروجكت كواليتي بلان، هنتكلم بسرعه على البروجكت كواليتي بلان. مش هنلحق النهارده نستعرض البروجكت كواليتي بلان فعلا نوريه لكم يعني، لكن هنتكلم عن ايه اللي موجود فيه. هنتكلم على كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس، ايه ده وايه ده. هنتكلم على الكواليتي مانوال، اللي هو ده اول مستند او اول وثيقه بتقدمها مع شغلك، اللي هو كواليتي مانوال، اللي هو دليل الجوده اللي عندي في بتاع، في دليل الجوده وفي دليل السيفتي، يعني في كواليتي مانوال وفي سيفتي مانوال المفروض. بعد كده في الكواليتي بروجرام بتاع الشركه، اللي هيبقى فيه الكواليتي مانوال وهيبقى فيه الايه البروسيدرز بتاعتها. بعدين الكواليتي بلان، بعدين ايه ذا اند. طيب نبتدي كده نسمي كده ونقول احنا هنبتدي ازاي. ده انترودكشن، مقدمه. كونفينسد، خلي بالنا برضو، انا عايزك تخلي بالكم برضو ايه يعني تراي، يعني I don't have a perfect English but try to start by hearing what I'm saying and with the translation I'm giving and improve, start to improve your language. احنا قلنا من الاول خالص انت عشان تشتغل تبقى مدير مشروع دولي، هتبقى مدير مشروع بس حتى انت عندك ايه زي ما قلنا 3 حاجات: اللانجوج ثم اللانجوج ثم اللانجوج، اللانجوج اللي هي الانجلش ثم الانجلش ثم الانجلش. شدوا جامد، لان ده اللغه العالميه دي تشتغل في جميع انحاء العالم، اللي نمبر 1 الجايدنج لكل حاجه. خلاص. وبعدين زي ما قلنا 3 4 سنين لازم تبقى عارف يعني ايه اداره. وبعدين بعد كده ايه كونتينوس امبروفمنت، زي ما بنقول الكلام ده عشان برضه نبقى فاكرينه. فامبروف يور انجلش، حاولوا انا يعني وانا ماشي كده بقرا السلايدز، حاول تعرف الفوكابلري اللي هنا، حاول تعرفه وتركز فيه وتسمع الترجمه بتاعته. بنترجمه بنقول احنا بنتكلم فيه، هيفرق معاك كتير جدا 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 جدا. وبالمناسبه ان شاء الله احنا الاسبوع الجاي مش هنكون موجودين، اطالب منكم ان انتوا الموضوع بتاع الكواليتي ده تتمكنوا منه جدا، يعني دي نفسك وقت تتمكنوا منه، تعرف الفوكابولاري بتاعه، تعرف تستخدمه تتكلم فيه وهكذا. خلاص. Convinced of the immense advantages, the top management of companies decided to earn ISO 9001-2015 the certification through company-wide process for quality management. يعني
إدارة الشركة، الإدارة العليا بتاعت الشركة اقتنعت بضرورة الحصول على شهادة 9001 2015 نظرا لأهميتها، ودي عشان تعمل إيه؟ الكواليتي مانجمنت سيستم طبعا بتاع الشركة. طيب the process will follow as well planned 20 step course up to certification. ال 20 step course دول مش هقولوا في اي حته، انا بتكلم عن خبره شخصيه. ما حدش يقول بقى ايه يعني زادت خطوه نقصت خطوه خطوتين ثلاثه جم في بعض. لا انا بقول لكم على ايه ما يحدث وما حدث فعلا بيرسونالي عشان توصل لهذا الكلام. خلاص؟ طيب. Step 1 Declaration of the Quality Policy. أول حاجة بتتعمل إن أنا بعمل إيه؟ سياسة الجودة بتاعتي. أنا سياستي إيه؟ عايز أعمل إيه من الجودة؟ هدفي إيه؟ بتبقى وثيقة هتبان معانا بعد كده تكتب فيها أنا إيه؟ ليا هدف استراتيجي كذا 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 عاوز أوصل لكذا، وبنتعامل مع الناس بتوعنا كذا، بتعامل مع العميل كذا، هيتحدد حاجه. Company quality policy has to be declared clearly and concisely. يعني لازم تبقى واضحه وايه؟ ومحدده. The policy words have to be chosen as to depict internal and external customer satisfaction and quality management principles. يعني لازم to depict اللي هي ايه؟ للتعبير او للتصوير الدقيق لايه؟ للانترنال واكسترنال كاستمر ساتسفاكشن. يعني زي ما قلنا ان في انترنال كاستمر في اي سيستم اللي هو من واحد لواحد. يعني انا مثلا انا مكتب فني بطلع انتاج بدي مثلا للكونستراكشن او بدي يبقى الكونستراكشن هنا عباره عن ايه؟ هو انترنال كاستمر والمكتب الفني اللي هو الايه؟ بياخد الناتج كده. وتفضل في انترنال كاستمر اكسترنال كاستمر لغايه ما الايه؟ توصل الفاينل برودكت بقى بيوصل الاكسترنال كاستمر بعد ما تخلص المنتج بتاعك سواء هو منتج او خدمه او اي حاجه بيوصل الكاستمر ده الاكسترنال كاستمر اللي هو بره التنظيم بتاعك. خلاص؟ وبتضمن الكاستمر ساتسفاكشن والكواليتي مانجمنت برنسبلز اللي هي مبادئ ايه؟ الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هي نظام إدارة الجودة. طيب Declaration of the Quality System. طيب Company policy has to be translated by top management into clear aims and objectives to result in. ده اللي احنا بقى اللي كنت بقول عليه اللي هو بيبقى موجود باين في السياسة. يعني لازم يترجم من التوب مانجمنت من الإدارة العليا لإيه؟ لأهداف واضحة ومحددة أو نتائج واضحة ومحددة في إيه بقى؟ الأورجنايزيشن امبروفمنت. انا بقى ايه؟ بصلح او بطور التنظيم بتاعي او الشرط بتاع الشركه. Foundation of an organized system for quality assurance. الاساس لنظام organized مخطط كويس للايه؟ لاداره الجوده quality assurance. طيب to set course of total quality management. يبقى انا ايه؟ تحديد المسار عشان اوصل التوتال كواليتي مانجمنت اللي خاطر بعد كده للايزو للتوتال كواليتي مانجمنت. لان بعد كده لما تبقى انت مشيت بالسيستم بقى بالايزو كده كله تفكر بقى في التوتال كواليتي مانجمنت وكده تفكر في السكس سيجما وبعدين تفكر في اللين سكس سيجما. عشان كده زي ما بقول لكم برضه اللي بياخد شهاده في الـ في السكس سيجما او في اللين سكس سيجما وبيصرف عليها جامد وبياخد الجرين بيلت والبلاك بيلت والنص بلاك بيلت وهو ما يعرفش اصلا الكواليتي ايه ولا عدى على الايزو وعدى على الكواليتي وعدى الكلام ده كله، هيبقى الكلام ده يعني ايه؟ مش مظبوط يعني. يعني مش شهاده افرح بيها واصرف فيها فلوس. العلم كويس قوي، كويس قوي انك تعرف، بس انك تعرف قوي قوي يعني. لكن اتس بيتر انك تبقى مؤسس نفسك كويس في اداره المشروعات وانت بعد كده ايه تزود بقى الكلام ده كله عليك. Reduction in products and rejection. تقليل رفض البرودكت بتاعك المنتج بتاعك. Reworks and customer satisfaction و dissatisfaction. ان انا بقلل رفض المنتج
وايه او ان انا بعيد الشغل او ايه او عدم رضا العميل. السرفايفر ان ذا ماركت، ان انا اعيش في السوق بيتر اكويب تو كومبيت، ان انا ببقى مجهز للمنافسه باحسن طرق. جينينج كاستمر كونفدنس، ان انا اكسب ثقه العميل. هاف ان ايدج ان ذا ماركت، يبقى انا ليا ايه؟ ليا ميزه في السوق، بتمتع بالميزه في السوق لما بيبقى عندي الكلام ده كله. طيب الكواليتي بوسيبل كنا بنتكلم عليها دي، ليا ايه؟ اللي بيقول اللي بتدخل اي شركه فيها ايزو هتلاقي الايه الكلام ده متعلق كده في كل حته، دي مش شرقه متعلقه وخلاص، لا نقرا بسرعه. فور اند اون بيهاف اوف كمباني كذا 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 ام براود تو اناونس، ده بيقول كده المانجنج دايركتور هو كبير بقى هو اول واحد في الشركه. ام براود تو اناونس ذات ذا كمباني مانجر ريكوجنايز ذا ريكوايرمنتس اوف كواليتي اشورنس سيكتور يو اوبريت ان and have therefore committed ourselves to the establishment of an effective quality management system that addresses all the requirements identified in the national standard ISO كذا كذا. خلاص؟ يعني احنا كشركه عارفين يعني ايه ISO، فاهمين يعني ايه ISO، واحنا ايه؟ ملتزمين ان احنا نستابلش quality management system طبقا للاجزاء 3001 2005. Our objective لا our objective اللي هي الهدف بتاعتنا to keep all appointments and engagement، ان انا بحافظ على كل الابونتس بتاعتي اللي هي اللي هي الالتزامات وال الانجيجمنت اللي هو انجيج يعني واحد انجيج يعني الارتباط. خلاص to complete the work on time and on the required standard. To complete the work يعني اكمل الشغل بتاعي بالوقت والريكوايرد ستاندرد زي ما قلنا عشان هبقى ناجح هيبقى ايه بالوقت وبالكوست وبايه وبالكواليتي. To develop high quality human resources via the training and upgrading of our personnel, thus ensuring the continuous improvement, progress and expansion of the company business. ان انا بعمل تريننج للاتش ار بتاعي اللي هو المين ريسورس اللي هو ايه؟ احنا قلنا المان باور اللي هو الناس اللي بتشتغل كلها بالتريننج بتاعها وبديها ايه؟ عشان اللي هو دايما بقول continuous improvement. في ناس بتقول عليه continual او continuous سي يعني. To maintain an awareness of customers' requirements through regular liaison meetings. To maintain يعني ان انا احافظ على ايه الاويرنس يعني الاويرنس اللي هي تعريف الكاستمرز بتوعي واعرف الشروط بتاعتهم كويس قوي بميتنجز مستمره يعني دايما ابقى مع العميل ابقى مع عميله وابقى فاهم. ومن هنا جت موضوع الايه؟ الاجايل. يعني انت ايه بقى انت والعميل بقى ايه بقى في باستمرار. انا شخصيا من غير اجايل العميل معايا على طول في الموقع ومعايا على طول كل اسبوع لازم ميتنج. ده في قطاع المقاولات. To react promptly and civilly to customer complaints to reach out our main goal customer satisfaction. انا بتحرك بطريقه فوريه وبطريقه حضاريه. سيفيلي تو كاستمر كومبلينتس. جت شكوى من عميل فانا اعمل ايه؟ فورا ان انا احل المشكله واخلصها وعشان اكسب الايه؟ الهدف بتاعي اللي هو كاستمر ساتسفاكشن. تو اسيست ان اشيفينج ذيز اوبجيكتيفز ام ابوينتد ايكواليتي اشورنس مانجر. هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ المانجنج دايركتور اللي هو ايه؟ المدير الكبير بقى رئيس مجلس الاداره. شوف عضو المنتدى شوف بقى مين هيدير الشركه اللي هو اللي هو اللي بيوقع رئيس مجلس الاداره. تؤسسها شركه دي اوبجكتيف هي ابوينتد بيقول انا بقى ايه عينت كواليتي اشورنس مانجر اللي هو مدير الجوده مسؤول على انتروداكشن اند امبلمنتيشن كواليتي مانجمنت سيستم فور ذا كمباني. الكواليتي اشورنس مانجر هاز ا دايركت ريبورتنج لينك تو ماي سيلف of on all quality matters. بيقول لنا كده بيقول اخوانا بتاع الكيو اي سي مانجر ده ان هو انا عينته وهو بيني وبينه اتصال مباشر على طول. طيب الابوند اوف مانجر ريبريزنتيف المانجر ريبريزنتيف دي على اساس هو الايه الكيو اي سي مانجر مستر فلان الفلاني بايه از ابوندد از مانجمنت ريبريزنتيف اللي هو ايه اللي هو ممثل الجوده او مدير الجوده يعني. He will organize and steer the quality management system program. هو اللي بقى اللي ايه اللي هينظم وهي ايه هيدير الايه وهيوجه
الكوانتم ماتريكس امبلمنتيشن كونفورم تو ازو كذا كفرنج انجينيرنج هيغطي كام بقى انجينيرنج وبروكيورمنت وكونستراكشن اكتيفيتيز. احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على الكونستراكشن اللي احنا غالبيتنا بنشتغل فيه وده بيمشي على اي حاجه اي حاجه اي حاجه يعني اللي هو الايزو اللي هو ال 9001 appointment of quality management system consultant. الاول هو عين ايه؟ اللي هو ال management representative او quality representative او الايه؟ ال QC manager في الخطوه الثانيه. طيب long discussion and brainstorming were done in the top management level to decide how and when a quality management system consultant shall be appointed. لازم يكون في واحد خبير في الكواليتي مانجمنت سيستم يبقى موجود عشان ايه؟ يبقى يعني لان انت لما لو انت من جوه ولوحدك ومفيش حد معاك من بره عينك عمرك ما هتحس بالغلط ولا عمرك ايه؟ هتحس عنك حاجه غلط. لازم يبقى معاك واحد ايه؟ يعني يبقى في معاك كونسلتنت من بره يعني. طبعا كونسلتنت من بره بيبقى عنده خبره اكتر بكتير من الناس اللي جوه بيقدر هو ايه يوجه هذا الكلام. A decision was taken to design and implement the system on in-house basis. ايه الحاجه اللي احسن الطرق ان انت يبقى ان هاوس يعني ان الناس اللي جوه مشاركين في عمل النظام مشاركين في عمل بروسيدرز انما في ناس بتروح جايبه واحد خبير وتقول له عايز اعمل ايزو يروح الخبير ده جايب بروسيدرز وموزعها على الاقسام واعمل لهم السيشن بتاع تريننج وخلاص وبعدين يجوا بقى يوضبوا الملفات يجيبوا ناس يبقى ايه في الحاله دي بقى ما هوش مش صح انما الاحسن ان كل الناس اللي في الشركه او في المؤسسه او في المشروع اللي بعمل عايز المشروع يبقوا مشاركين ان هم يعملوا النظام ده وعادي يعني دي مش 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 حاجه يعني ما لا تعمل عادي خالص. دي ديسيجن واز تيكن اون ذا بيز هنا بقول ان احنا اجتمعنا كتوب مانجمنت وقررنا ان احنا ايه نعمل السيستم بتاع ان هاوس. دي ديسيجن واز تيكن اون ذا بيز ذات ذا ان هاوس ديزاين اند امبلمنتيشن اوف كوانتم مانجمنت سيستم will be more applicable by the company divisions. ان اللي احنا هنعمله internally او ب in house basis هيبقى ايه؟ هيطبق احسن في الشركه. An external consultant to facilitate the process but building the system by ourselves will encourage the implementation and minimize the risk of change. وده كلام اللي هو ايه؟ ان الكونسلتنت اللي جاي من بره هيسهل الاجراءات والشغل وكده لكن وبناء السيستم نفسه احنا اللي هنعمله بنفسنا هو هيساعدنا بقى في عمل البروسيجرز في عمل اللينكس في عمل العلاقات ما بين الكلام ده من اول لاخره واخدين بالكم فده هيشجع ايه الامبلمنتيشن بتاع ان اللي كان اللي بيتعمل يتطبق يعني انا مش بعمل جايب ورقه جاهزه ولا جايب حاجه جاهزه وعايز افرضها بالتطبيق لا بحضن ان هي بتطبق وحضن ما هو اخطر برضه ان ما هيبقاش ايه؟ سيستم اوف تشينج لان اسوء حاجه بتبوظ اي نظام اللي هو ايه؟ مقاومه الايه؟ التغيير. انت لما بتعمل نظام في اي مكان في لزيس اوف تشينج مش عارف احنا عملنا تشينج مانجمنت هنتكلمنا عن تشينج مانجمنت صحيح عملنا اعتقد عملنا في تشينج مانجمنت عندما انت اي حاجه انت معتاد على حاجه معينه شغل معين بطريقه معينه بقالك 20 سنه بشكل معين بيجي لك واحد يقول لك لا ده هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ما كانش الحاجه دي مقنعه وانا مساهم فيها وبعملها هتلاقي الدنيا يعني ايه مش ايه مش 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 مش, مش كما ينبغي يعني. In the future a consultant shall be appointed for the fine tuning of the system and the training of the company for quality management and tenure audits. في المستقبل بيبقى فيه استشاري يعني هو بيعمل ايه؟ هو عادة يعني انا بيرسونال عن الخبرة اللي بيشتغل معانا من الاول ده هو اللي ايه؟ بيخلص معانا للاخر خالص لغاية ما بنعمل بنخلص كل الامبلمنتيشن بتاع السيستم وبنعمل والانترنال اوديتورز. انما في ناس بتعمل الكلام ده كله في الاخر برضه يجي واحد يعمل فاين تيونينج يعني اللي هو ايه؟ اللي هو بيسموه الايه؟ الظبط الدقيق بقى يعني حط بقى التاتشات الاخرانية بقى يجي واحد يشوف الكلام ويعمله يعني كده او كده فيبقى ده ايه المهم ستيب 4 احنا كنش في ستيب احنا ايه ده احنا رايحين في ستيب 4 او انا بحاول ايه اسرع شويه خلينا مع بعض يعني
الكلام مش صعب، ما هو ما فيهوش الترمينولوجي والحاجات الجامده اللي كانت موجوده، الكلام ده كله من عندنا يعني. احنا بقى نشرح to execute the program, the managing director will form an Azure team from within the staff to act as Azure coordinators. عشان انفذ البرنامج المانجنج دايركتور او المدير العام الكبير او رئيس الاداره او الى اخره المسؤول يعني، هيعمل ايزو تيم اللي هو ايه من جوه الستاب بتاعه نفسه، دول هيشتغلوا ايه ايزو كوردينيتورز، يبقى متخصصين. هشوف بقى على حسب حجم الشركه 3 4 5 6 هم دول بيبقوا كوردينيتورز بتوع الايه بتوع يعني تصميم النظام وايه وايه وتطبيقه. This team has to prepare the first draft of the quality manual. التيم ده هيعمل اول مسوده للايه؟ الكواليتي مانوال. الكواليتي مانوال ده هنشرحه في كل ما يتعلق بالايه؟ بنظام الشركه. الاهداف بتاعتها ايه؟ الرؤيه بتاعتها ايه؟ الهيكل التنظيمي بتاعها ماشي ازاي؟ المسؤوليات والواجبات بتاعت كل واحد ماشي ازاي؟ كشف بقى بالبروسيدرز اللي هي متطبقه، كل حاجه كل حاجه. ده اللي انا مختصر فيه، اللي انت لما تيجي داخل اي مكان تقول لهم انا اي ام سيرتيفايد وده دي كواليتي مانوال بتاعي اللي انا بشتغل عليه، هطلع منه بعد كده ايه البروجكت كواليتي مانوال برضه او بروجكت كواليتي بلان. The manual philosophy has shall be based on making work procedures pertaining to the ISO 9000-2015 clauses and the company applications in its actual processes. ان انا المانوال بتاعي ده مبني على ايه؟ ان اعمل بروسيجرز اللي هي الاجراءات اللي هي متعلقه بالايزو 9001 بالبنود بتاعت الايزو، يعني مطابقه بين بنود الايزو والايه؟ والكمباني ابلكيشنز والتطبيقات بتاعت الشركه الاكشوال بروسيسز بتاعتنا. يعني النظام ده ان انا بعمل ايه؟ مش بخترع بروسيسز في الاول، انا باخد شغل زي ما هو، بقعد مع 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 قسم قسم انت بتشتغل ازاي؟ يقول لي مثلا انا عشان اعين واحد بنزل اعلان مثلا في كذا 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 في التوحيد بتاعت كذا، وبعدين بنبعت له جوابات مثلا او بنتصل بيه التليفون، وبعدين بيجي بيحدد معاه معاد يجي للقاء، بيجي اللقاء بيبقى انا ايه بنعمل له مثلا الاول مثلا ايه؟ اول تيست مثلا في الاول خالص بشكل معين انترفيو، وبعدين انترفيو تاني مثلا تكنيكال او الى اخره، وبعدين ما بنخش هذا الكلام ونعمل له فعلا انترفيو مثلا مع التوب مانجمنت او الى اخره. روح واخد الكلام ده كله عامله ايه؟ بروسيجر 1 2 3 4 5 هيبقى في اف ستيتمنت في النص، دي كان بقول له احنا برضه نبقى نشرحه بعد كده عشان بس ما نطولش عليكم اكتر من كده. لو هو اتقبل مثلا من المرحله الاولى بيكمل، ما اتقبلش يبقى ايه؟ في حاجه زي المثلث كده كده اف بيرجع من الناحيه الثانيه. اوكي؟ فده الكلام عشان بس خلاص. ده الايزو تيم understanding the company culture before proceeding قبل ما اشتغل the implementation of quality management system program the quality assurance manager has to study and analyze the company culture. لازم ال quality assurance manager اللي هو اتعين هو اصلا في الشركه، ممكن يكون من الشركه ممكن متعين جديد، انما لازم يبقى فاهم كويس قوي دارس ومحلل الكومباني كالتشر اللي هي ايه؟ كالتشر اللي هي ثقافه الايه الشركه. Knowing about this culture is important before a strategy could be evolved to proceed with the quality management system program. هام جدا جدا اعرف الكالتشر بتاعت الشركه دي. في ناس بتبقى يعني ايه فكرهم مختلف، في ناس يعني ده كل ده عشان ايه؟ عشان الدنيا تمشي سموس، وعشان يعني منع ان يبقى في رفض لحاجه، ان انا ابقى وانا ببني النظام بتاع الشركه يبقى الناس كلها يبقى كل واحد حاسس ان النظام هو اللي عامله، يبقى سبريد وايه. فاول حاجه قبل ما يبتدي عشان بعمل ايه الكالتشر بتاعت الشركه. Any situation in the subject should be corrected through education and training. اي حاجه بقى في الموضوع الكالتشر ده لازم اعمل له تريننج او اعمل له ايه؟ ممكن اكون مثلا يعني انا شركه مثلا بتعامل مع شركات اجنبيه، الكاستمرز بتوع مثلا اجانب، اجي ابص اكلمهم محدش عارف ينطق يكون جمله على بعضها، تكلمه ما فيش خالص،
يبقى انت لازم تعمل ستريس على انك تتعلم لغه وهكذا. بنشتغل مثلا في تقديم مثلا او في يعني اللي هو الواد وجبات في البيت كده اللي هو الدليفريز كده، وهم شكلهم ما ينفعش حد يستلم منهم حتى رغيف عيش حتى ني يعني مش اكل او حاجه. فالمهم يعني لازم الكالتشر بتاعت المكان عارفينها قبل ما تطبق واحد. طيب فورمينج استراتيجي، دي النقطه السادسه. استراتيجي هاز تو بي فورميوليتد وذ ذا فولوينج سيلينت فيتشرز. الاستراتيجيه بقى لازم تبقى ايه تتحط بايه في اطار يعني في بيبقى في سمات بارزه سيلينت فيتشرز اللي هي السمات بارزه دي فورميوليتد ذا فولوينج سيلينت يعني دي السمات البارزه للايه للتكوين الاستراتيجيه بتاعتك. Restructure the organization to suitable form consisting of top management, head office management, and the size management. ان انا بعمل بعيد الهيكل التنظيمي بتاع الشركه يبقى مناسب اللي هيتكون من ايه؟ top management فوق خالص مدير عام بقى او كده، وبعدين head office management اللي هو الفيرست بيسموه first layer في الاوزر شارت، وبعدين size management اللي هو ايه؟ ادارات المواقع يعني او مواقع عمليه تحت في الليفلز اللي تحت. كواليتي مانجمنت سيستم اند اورينتيشن اند تريننج اوف بيزك كونسبتس. يبقى ايه الكواليتي مانجمنت سيستم اند اورينتيشن تريننج؟ بدي تريننج للبيزك كونسبتس. البيزك كونسبت كلها اللي موجوده فين؟ الايزو 9001. الناس اللي حضروا معانا هنا او اللي عندهم سعادة يروحوا ويقروا ويطلعوا وبتاع ويسمعوا المحاضرة اللي قاعدة آخرها هيبقوا مش عايز أقول أحسن من أي حد يدخل في أي مكان، لأن الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط، بس إحنا حاطينه في إطار منظم وإصدار ممنهج وإصدار إيه عملي. فلو أخذ ودرس واستوعبوا صح هيلاقي الدنيا إيه سهلة جدا بالنسبة له. Analysis of company processes that qualitatively effect management and products delivered to clients. تحليل بقى كل company processes اللي زي ما قلنا الاجراءات، يعني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على مثلا التعيين، انا بعين ازاي؟ طيب انا بستلم الموقع ازاي؟ لو بروسيس الموقع بيجيني مثلا خطاب بامر استلام موقع مثلا من المالك والعميل، او خطاب بيسموه خطاب نوايا قبل العقد حتى. يبقى انت تروح تستلم الموقع هستلم ازاي؟ هيجي مثلا هعين مدير المشروع واخد معايا المساح واخد معايا كذا كذا واعمل كذا كذا، بروسيس واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، مثلا بتكلم كمثال يعني. ده بروسيس ده كواليتيتيفلي افكت مانجمنت اند برودكتس ديليفر تو كلاينت. يعني اي بروسيس بتاثر على اي برودكت هتتقدم للعميل لازم يبقى ايه؟ بتحلله معموله صح. طيب هنا بقول لا بتستكمل بقى اللي بنكون بنتكلم في استراتيجي هاز تو بي فورمولييتد وي فولو سيلنت فيتشرز. احنا قلنا السيلنت فيتشرز اللي هي ايه؟ اللي هي السمات البارزه، يعني كل دي السمات البارزه لايه؟ للاستراتيجيه بتاعتي. ديسايدنج ذا هيراركي اوف كواليتي مانجمنت سيستم دوكيومنتس. الدوكيومنتس زي ما قلنا قبل كده من اهم الامور اللي في 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 في, 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 في اي سيستم. نخلي بالنا وبرضه يا مش كتر ورق، يا فاس يقول لك ايه انا بسدد ورق، لا ما تسددش ورق. ما تسددش ورق، انما اعمل البروسس بتاعك صح ويبقى عندك ما يثبت انك عملت شغلك صح متوقع ومختوم وبتاريخه وكل حاجه صح. لان اللي انت عملته النهارده بكره هيتنسي، بعده هيتنسي، في لحظه من اللحظات نرجع لحاجه بس موجود. يبقى عندك ايه؟ كواليتي مانجمنت سيستم دوكيومنتس، ولازم يبقى التركيبه بتاعتها لما نبقى عارفين الموضوع ماشي ازاي. طيب فاناليزنج ذا كومباني كواليتي مانوال، اخلص ايه الكواليتي مانوال بتاع الايه بتاع الـ بتاع الشيء بتاع الكواليتي مانوال اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو في وكل حاجه اللي هو الاطار العام ان الكواليتي سيستم بتاعي هيبقى ازاي. فورميشن اند تريننج اوف ان انترنال اوديت تيم، بيبقى في دايما حاجه اسمها انترنال اوديتور. يعني عادة مثلا أي شهادة في الأيزو مدتها 3 سنين خلاص؟ أنت في الأول خالص بتدفع مثلا مبلغ معين، بعدين كل سنة
هقول 6 اشهر 7 الاتفاق بيعمل لك ايه اكسترنال اوديتنج، الشركه نفسها اللي اديت لك جلوبال كلاس بقى اس جي اس حاجه، شركات كتير انها تيوب سيرت، كل الشركات اللي هي يعني ايه، في شركه مصري بتعمل شهادات كويسه قوي دلوقتي وهي ارخص واحده. المهم يعني ان اللي بتعمل انترنال اوديتنج في خلال بقى السنه او في خلال الفترات اللي بيبقى في انترنال اوديت تيم، انت بتعمل انترنال اوديت يعني بتعمل انترنال اوديت اللي هو ال بيسموه يعني انا بعمل حاجتي بنفسي، الاوديت اللي هو التفتيش، تفتيش يعني انا عندي ناس بيقولوا بيفتشوا جوه الشركه، بيبقوا تريند على فكره، بيبقوا مدربين ومعاش هيئه التفتيش اللي هو انترنال اوديت. فاي واحد اي شركه بتعمل الكلام ده بيبقى فيه تريننج لايه؟ لل هاو تو اوديت، ازاي تعمل اوديتنج، ازاي تبعت القسم مثلا تقول له انا جاي لك من كذا من كذا، ازاي تربط الملفات ببعض، ازاي تربط البروسيدرز ببعض، ازاي الكلام ده من الاول لاخر. طيب education training and counseling to divisions departments and selection and sections at head office and sites for implementing quality management system. يبقى في ايه؟ education تعليم وتدريب، كونسلنج اللي هي الكونسلنج اللي هي ايه؟ اللي هي الارشاد، والارشاد للاقسام ديفيجنز اقسام والديبارتمنتس اللي هي سب ديفيجنز والايه والقطاعات الصغيره يعني ات هيد اوفيس والسايت فور امبنت بارت مانجمنت. يبقى كل واحد واخد الاديوكيشن والتريننج والارشاد والكلام دول، كل واحد عارف هو اوله ايه من اخره ايه. طيب دي بقيه الايه اللي قلنا ايه؟ السيلنت فيتشرز اللي هي الايه؟ السمات البارزه. خلاص؟ internal audits الانترنال اوديتس اللي جوه يعملوا internal audits. يعني انا رايي الشخصي ما ينفعش يعدي شهر من غير ما اكون عامل internal audits. قد تكون مش لازم على الشركه كلها، يعني ممكن تتقسم الشهر الاولاني مثلا هعمل على القطاعات كذا وكذا وكذا وكذا، تكون الاوراق كذا وكذا وكذا، ثاني شهر كذا كذا، بحيث ان يعني ايه؟ يعني ان انت تبقى دايما متاكد وضامن ان الكلام انت خدته في الاول وعملت السيستم بتاعه ان هو شغال، مش ناس مجرد انها بتملى ورق او بتسدد ورق زي ما بيقولوا يعني. كوركتيف اند بريفنتيف اكشن سايكلز. يبقى في ايه؟ اللي هي الكوركتيف اللي هي تصحيح اجراءات يعني الاكشنز هي الاجراءات. كوركتيف اند بريفنتيف اكشن اجراءات تصحيحيه والوقائيه. خلاص؟ اكشن سايكل السايكل بتاع الدايره بتاعتها ماشيه ازاي؟ هنتكلم عليها برضه. يعني انت هيبقى عندك في حاجات بتعملها تصحيحيه، يبقى عندك حاجات الناس غلطت فيها بتشتغل في النظام، فدي بتعمل لها ايه؟ كوركتيف اكشن. في حاجات بعملها من قبل من قبل ما الناس تشتغل، دي بريفنتيف اكشن. انها ايه؟ اللي هي بيسموها ايه؟ زي البريفنتيف مينتنس والكوركتيف مينتنس. فهمت الناس اللي انا بعمل ايه؟ تزييت الكلام ده كله، الحاجات اللي هي العاديه بقى. انما كوركتيف حصل حاجه ترس ضرب ولا اتقطع للتصحيح، فالبريفنتيف ده عشان ما يحصلش مشكله، وكوركتيف ده لو حصلت مشكله. الستاتيستيكال اناليسيز اوف مانجمنت سيستم امبلمنتيشن اند كواليتي اوف برودكتس. الستاتيستيكال اناليسيز دي بقى كانت البدايه ان انا بتكلم عليه على السكس سيجما وعلى اللين سكس سيجما بعد كده. هو اشتغل ستاتستكس لازم انا عارف قياسات هقيس ازاي. يعني انا عملت مثلا البروسيجرز بتاعتي مثلا في خطوات معينه او في اجراءات معينه، في حاجات انا بعملها. خلاص؟ ابقى عارف عدد الكيسز اللي اتعملت اللي نجح 100% اللي نجح 90% اللي نجح 80% 90% 70% وهكذا، اللي هي ايه بالنسب بتاعتها ستاتستكس. انا محدد بالظبط يعني كل حاجه اللي اتعملت قدامي في دراسه باحصاء. والستاتستكس دي هامه جدا 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 في اي حاجه، يعني ان تبقى عارف انا يعني عملت شغل قد ايه وتصلح منه كام وباظ منه كام وتعمل عشان اقدر ان انا احكم واقدر اشتغل صح. المارجنت ريفيو ميتنج اللي هي ايه؟ اللي هي مانجمنت ريفيو اللي هي مراجعات الاداره الميتنج، اللي هي
في مانجمنت ريفيو ميتنج. خلي بالنا ان حتى رئيس الشركه الكي اي سي مانجر او الاشورنس مانجر او الاونر ريبريزنتيف يعمل مراجعه للاجراءات الخاصه بالايه؟ بالمانجمنت ريفيو ستوب مانجمنت. يعني مش رئيس مجلس الاداره اهو يلا عشان انا رئيس مجلس الاداره هعمل كذا كذا، لا في خطوات. يعني ممكن يقول له والله حضرتك طب ما هو الخطوات دي من الاول خالص وموافق عليها. يعني ممكن يكون مثلا مدير عام الشركه مش من حقه انه ياخد قرار في حاجات معينه، المفروض مثلا ايه مجلس الاداره اللي ياخدها، او مثلا ولا مجلس الاداره حتى، يبقى الجمعيه العموميه اللي تاخدها، ما يقدرش هو ياخد قرار بهذا الشكل. انا بتكلم يعني اعتباطا يعني كاي اي اللي ممكن في المانجمنت ريفيو ممكن يكون مدير عام شركه له صلاحيات معينه ما بيشتغلهاش او ما بيعملهاش وموجوده عنده يعملها. فدي بتاع الكي اف سي لازم بيراجع هذا الكلام. Preparation of pre-audit and certification audit. بجهز بقى لما قبل التفتيش وايه؟ والسيرتيفيكيشن اودت اللي هي شهاده الايه؟ الاودت يعني. طيب ريستراكشر ذا اورجانيزيشن اللي هو اعاده بناء تخزين اورجانيزيشن. اكاديميك ستاديز اند توب مانجمنت ديسيجنز ذا كومباني هاز ريستراكشرد its organization to suit with the requirements to reach the top of quality of the short in the shortest time. يبقى دي عدة دراسات ومع ال يعني بيعمل دراسات كتير ومع التوب مانجمنت وارد التوب مانجمنت اللي بتعمل هيكل تنظيمي ان هو يبقى ايه عشان يضمن ان ايه انا بقى بوصل للتوب كواليتي باقل زمن. يعني مش قصه ان انا مثلا واحد يدي الواحد يدي الثاني يعني خمسه سته عشان يوقعوا مثلا على ورقه او على حاجه يبقى جي بقول ان ده نظام. لا النظام مش كده، النظام مش 100 واحد، لا يعني واحد واخد اجازه. ده انا فاكر زمان قوي الشباب كانوا طلبت اجازه باين مره ولا حاجه سبع ثمان توقيعات اخذتها. طب كنا بنتكلم على ايام زمان قوي، مش عايز اقول انت افصح نفسي يعني معاك. قلت لهم اخويا انا قعدت سبع توقيعات عشان اخد اجازه يعني بان انا فيوم ولا اثنين ولا حاجه. فالمهم يعني ايه مش قصه مال اوراق او يعني مش لا ان انا بعمل نظام عندي ان انا يعني ايه يخلص ويخلص بسرعه وايه واوصل لاحسن وقت في اقل وقت. The matrix organization is applied to the company. This enabling the fast growth and continual improvement in the quality and processes. احنا اتكلمنا عن الهيكل التنظيميه مش كده؟ اتكلمنا الفيرتيكال اورجانيزيشن والهوريزونتال اورجانيزيشن والماتريكس اورجانيزيشن. كلمة عن ماتريكس اورجانيزيشن ممكن نرجع له اللي هو بيبقى يعني ايه فانكشنز فوق خالص تحت اول ليفل وتحتيه بقى ايه بروجكتايز كل بروجكت بيقدر ياخد من كل ده اللي هو الماتريكس اورجانيزيشن. اتكلمنا عليه وممكن ترجعوه في اللقاءات اللي فاتت يعني. ستيب 8 كواليتي مانجمنت سيستم اورينتيشن تريننج. اورينتيشن اند تريننج هاز تو بي دان فور ذا 9001 ستاندردز اند اتس ترانزليشن انتو كواليتي مانجمنت سيستم كونسبتس اند بروسيدرز. لازم بيبقى فيه يعني توجيه الاورينتيشن خلاص وتدريب على ايه الستاندرز على 9001 لازم يتقرا ويندرس ويتعرف. اللي انتوا واخدينه دلوقتي هديه في ايديكم كلكم من اولكم لاخركم. الكلام ده كله يبقى معروف. لو انت عرفته ودخلت الشركه فيها ايزو هتلاقيهم يعني ايه فرحانين فرحه الدنيا. And its translation into quality management concepts and procedures. وتتحول بقى تلم الكلام ده كله لايه؟ ل quality management concepts and procedures. An ISO consultant shall impart extensive training and education along the length and breadth of the organization. اللي هو الاستشاري بتاع الايزو لازم يعمل بيعمل تدريب وتعليم مكثف على طول وعرض المنظمه يعني لازم كل واحد جوه الشركه او جوه المشروع او جوه المكان اللي بتعمل له ايزو كل واحد يبقى فاهم يعني من اول مدير عام الشركه لغايه الساعي اللي دخل قهوه وشغال لغايه الحارس اللي واقف بره. واحد له دور وعارف اوله وعارف اخره والدنيا يعني انا مش ده مش تعقيد خلي بالك ولا في حاجه صعبه. هي بس في الاول بتبقى يعني ايه يعني انا اذكر
يعني شركه من الشركات في اسكندريه. انا كنت يعني ايه برضه ماسك الاي كيو سي وماسك التريننج وماسك البلاننج يعني فتره كده من الفترات. فالمهم اول ما عملنا الاجي سيستم مدير المشاهير كان جديد خالص، كان اسمه سامح، شاب ممتاز صراحه ما استش شكله ابدا. اول ما جه عملنا معاه الكلام وكل حاجه، فقلت له سامح بياخد منك التقرير اليومي قد ايه؟ ده اقل حاجه تقرير اليومي. والله يا باشمهندس من 10 دقائق لربع ساعه. هما اسبوع 10 ايام، بقول له سامح التقرير ده في قد ايه دلوقتي؟ قال لا يا باشمهندس ده دقيقتين ثلاثه بيخلص. ليه؟ حاجه اسمها الليرنينج كيرف. وفي حاجه اسمها خلاص يعني الدنيا بقت زي ايه؟ زي يعني انت الطفل لما بيتعلم المشي في الاول بيفضل يقع ويقع وما دام مشي خلاص بعد كده بقى بيجري بقى وبيطير. فالليرنينج كيرف او هو تريند خلاص بقى السيستم بالنسبه له ايه؟ خلاص ما بقاش محتاج زي السواق اللي بيسوق بقى له مثلا 10 15 سنه، خلاص ما بقاش بقى يعني بيفكر هو سايق وخلاص. دي سيرفيس فور اورينتيشن اند تريننج اون فيريس The question mark says subjects shall be extremely useful during in-house and external sessions. خدمة التوجيه دي والتدريب على الموضوع بتاع الـ question mark system بتبقى مهمة جدا ومهمة جدا في خلال ايه الـ in-house and external sessions. يعني انت بتعمل in-house يعني بتعمل الاجراءات بتاعتك والشغل بتاعك بتعمله داخلي والناس بتوعك خلاص. فالتريننج مهم جدا والايه والاورينتيشن مهم جدا. طيب الخطوه التاسعه اناليسيس اوف كومباني بروسيسز هنتكلم عليها دلوقتي. بروجكت اكوزيشن، الاكوزيشن هو ايه؟ هاو تو اكواير ورك، يعني ازاي بحصل على العمل؟ يعني عشان اخد مشروع بعمل ايه؟ في اكوزيشن، بس اكوزيشن بيبقى فيها يعني طرق بقى سيستم معين، يعني باعلانات، باتصالات شخصيه، باي طريقه يعني يعني دي ديبارتمنت بزنس اكوزيشن اللي هو اكواير الايه الشغل ده بيبقى تحت ايه؟ دي اول خطوه، اول خطوه في اي حاجه في الدنيا ان البيزنس بتاعك في اي اتجاه. الماركتنج والاستيميشنز ديسبوزال انفولز ذا فولوينج سب بروسيسز بزنس ديفلوبمنت والبروبوزال اور استيميشنز. يعني ده اللي هو اول خطوه انك تاخد مشروع ازاي؟ لو شركه مقاولات اول خطوه لو انا بعمل في اي منتج خلاص. البيزنس ديفلوبمنت ازاي تطوير البيزنس وازاي ايه بعمل بروبوزال واستيميشن عشان اخد الشغل ده او اعمل الكلام ده. البرودكت اكزكيوشن اند فولفيلمنت بروسيس اللي هي الايه البروجكت مانجمنت، ازاي المشروع بنفذه وايه والبروسيس بتاعته صح وفولفيلمنت اوف بروسيس وفولفيلمنت بروسيس ده اسمه اللي هو البروجكت مانجمنت خلاص. طيب الانس اوف كومباني بروسيسز اون سكسسفول اكوزيشن اوف ا بروجكت، يعني اول ما نجحت ان انا اخد مشروع ذا بروجكت اكزكيوشن اند فولفيلمنت بروسيس وود ستارت. يبقى البروسيسز اللي هي اجراءات بتاع اكزكيوشن اللي هي التنفيذ والفولفيلمنت والانتهاء لازم تبتدي consisting of the following sub processes. انت بتكلم ايه دلوقتي؟ جمعت على ايه حاجات عمليه اهي. الكلام ده كله هيعرفني البروسيس بتتعمل ازاي. يبقى احنا بدانا بالبيزنس اكوزيشن، بدانا الكلام دلوقتي على ايه؟ حصل اكوزيشن وانا اخدت مشروع. طيب ديزيجنيشن اوف بروجكت مانجمنت، تحديد مين مدير المشروع، بروجكت اورجانيزيشن بحط الوزن بتاع البروجكت طبقا لحجمه طبقا لمدته طبقا للامكانيات المطلوبه فيه. ديترمينيشن اوف بروجكت بروسيسز، بحدد بروجكت بروسيسز. عاده بيبقى في بروسيسز في الايه في الـ في الـ في الكوربريت مانوال اللي هو الكواليتي مانوال بتاع الشركه. انت من الكواليتي مانوال بتاع الشركه بيبقى فيها بروجكت بروسيسز، مش كل بروسيسز يعني الشركه كل البروسيس بتاعتها موجوده في نظام الاجي. انت عايز تعمل هيبان لك عنده برضه هنشرح، بس انا برضه ايه بنروح عشان يبقى ايه اللي بقى ماشيين مع بعض. باخد بروسيسز اللي تنفع المشروع ده، هنكون في مشروع تاني ما فيهوش البروسيسز دي مثلا خلاص. ديترمينيشن اوف بروجكت سبيسيفيكيشن اند ستاندردز، بحدد ايه المواصفات بتاعت المشروع والايه ستاندردز اللي هي الايه ستاندرد هي
ستاندرد ستاندرد هي اللهم صل على بشير نزير حد يلحقنا ستاندرد يعني زي الامريكان ستاندرد البيتش ستاندرد الايجيبشن ستاندرد اللي هي المواصفات او القياسات يعني ستاندرد. طيب الفريز موبيلايزيشن بدانا كان في ايه؟ خدنا ايه؟ حددنا البوليسيز بتاعتنا حددنا سبيسيفيكيشن والستاندرد هنا بنعمل فورس موبيلايزيشن اللي هي الاول حاجه بقى اللي انا ايه عايز انزل الموقع فهعمل ايه؟ اخدنا احنا مره برضو عملناها دي اللي احنا جابنا كمشروع اللي هو بتاع السعوديه لو فاكرين بتاع الجامعه في السعوديه عملنا له ايه؟ عملنا له دراسه هحط هنا المكاتب هحط هنا يعني التوزيع الموقع بقى بيتعمل ازاي والخلاطات الخرسانه ماشيه ازاي والمخازن ازاي والورش ازاي البرزنتيشن بنعمله في الاول خالص الحقيقه يعني كويس الموبيلايزيشن بروجكت كواليتي بلان بعمل ايه الكواليتي بلان بتاع الكواليتي بلان بتاع البروجكت برضه بيبقى ايه متاخد من الايه من الكوربريت كواليتي مانوال او كواليتي بروجرام هيبان برضه ايه واحنا بنتكلم بعد كده فكل بروجكت بيبقى له كواليتي بلان ده مش مجرد ان هي الكام صفحه اللي فيه كواليتي بلان ده فيه كل حاجه فيه كل حاجه في كل حاجه البروجكت بلاننج بتعمل خطه اللي هو البرنامج الزمني مش زمني بس البلاننج ده كله يعني عامل التايمنج وعامل الريسورسز وعامل كل حاجه وعامل اللونج ليد ايتمز البلاننج عموما كلها بعدين البروكيورمنت اند ستورز اللي هي التعاقدات البروكيورمنت اللي هو التوريدات يعني التوريدات او المشتريات او يعني البروكيورمنت بتشمل حاجات كتير قوي دلوقتي لها حاجات في كل حته والستورز والمخازن خلاص الكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه هناك خلاص كاليبريشن اللي هي المعايره انا عندي اجهزه عندي ادوات مساحيه عندي اي حاجه بتحتاج كاليبريشن توتال ستيشنز عندي معمل بتاعي مثلا يبقى انا بقى ايه بعمل كاليبريشن بتاعه لازم الحاجات دي كلها بتبقى ايه اعتقد ماكسيموم اغلب الحاجات اللي هي الكلام ده كله لازم تبقى كاليبريت كل ست شهور يتعرف تقارن ما بين الرد بتاع الدايلز بتاعتها مع ايه مع حاجه يعني اصليه بحيث ان يبقى فيها لو في فروقات او في اي حاجه تبقى عارفين انسبكشن اند تيست بلان انسبكشن تيست بلان ده اللي هي ايه خطه الانسبكشن خطه الانسبكشن خطه الكشف والتجارب الانسبكشن تيست بلان دي فيري كومن انسبكشن اند تيست بلان دي احد الحاجات اللي لازم تبقى ايه تتجهز يعني انسبكشن تيست بلان دي بتبقى خطه بتعتمد انسبكشن بقى بتخش على بند او على شغل اكتيفيتي وتعمل لها ايه الانسبكشن تيست بلان بتاعها بيتعمل ازاي ومين ونتائجه ايه وبروح فين وهكذا سيفتي هيلث اند انفايرمنت بيبقى عندك طبعا HSSE Department يبقى خاص بالسيفتي والهيلث والانفايرمنت البيئه والسيفتي ده وده اهم جدا جدا احنا اعتقد ما اتكلمناش عليه لكن ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عليه برضه باذن الله يعني باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله عشان برضه ايه ما نتخضش ما يقول لك يعني في سيفتي اندكشن مثلا سيفتي اندكشن ده اي واحد دخل ده اي واحد وانت بتشتغل مشروع زي الناس فاول من اول يوم بيبقى تعمل سيفتي اندكشن بيتحكى لك بقى انت نظرك ازاي اقول لك ايه من الاخر ايه تول بوكس ميتنجز ازاي بتتحرك ازاي التجمعات ازاي في حاله الخطر في حاله بيبقى اندكشن يعني ايه تعريف وهنعمل واحده منهم ان شاء الله هنتابعه بس نخلص الحاجات الاساسيه دي الحاجات دي هتبقى تسالي يعني بنتكلم عليها البروسيس فاليديشن اللي هي ايه البروسيس فاليديشن اللي هي ايه بقى البروسيس فاليد يعني يعني فاليد اللي هي شغاله يعني ان البروسيس اللي عندي فاليد يعني بتشتغل يعني معايا يعني ما فيهاش تغيير ما فيهاش حاجه او دي ليتست فيرجن يعني الكواليتي اودتس
يبقى في كواليتي اورس لازم، كواليتي اورس كل ما برضه نوع المشروعات، يعني في مشاريع في اودس كل اسبوع كل اسبوعين، في مشروعات لو مدتها مثلا 3 سنين او حاجه بتبقى كل شهر وكل شهرين كل كوارتر. لكن يعني انا بريفير دايما دايما دايما، وعلى فكره ده احد اسبابنا، يعني ما تبيتش مشكله وما تاخرش تحل مشكله، المشكله لما بتقع زي ما اتفقنا حضرتك تحلها في ساعتها يبقى انت ما كلفتكش حاجه، اجلتها يوم هتكلفك 10%، تاني يوم هتجيلك 40%، لو شلتها اسبوع ممكن ما تتحلش تبقى مشكله معاك في المشروع على طول. فايه المونيتنج والكنترول، الكواليتي اورس تفتيشات، البروجكت مونيتنج اند كنترول اللي هو ايه؟ مونيتورنج اللي هي المونيتورز اللي هي الرقابه، والكنترول اللي هي ايه؟ الكنترول التحكم. ورك مان شيب اند سكيلز، هنا برضه نقطه مهمه خلي بالنا. ورك مان شيب مش تعني يعني عماله بس، لا حتى الموظف نفسه. يعني انت اي واحد تحطه في مكان المفروض يعني بتقول مثلا انا جايب مثلا جايب محاسب تكاليف او خلينا نقول محاسب خلاص دي عشان ما يبقاش كله كلام هندسه. المحاسب ده هيعمل دفاتر كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وايه، والمفروض ده زمان كانت دفاتر بقى وعمال بيسجل وبيكتب دفتر الاستاذ والاستاذ العام والقيود اليوميه والكلام ده كله اقول لاخره. انما دلوقتي طبعا السكيلز اختلفت، النهارده لازم بقى عامل مثلا عارف انت عندك اي ار بي سيستم لازم يبقى عارفه، عندك اي سيستم معين لازم يبقى عارفه. فالورك مان شيب سكيلز دي مهمه جدا لكل الناس، كل الناس حتى للمديرين، مش اسمها كده يعني. انا يعني ممكن واحد اسميه بقى مدير مشروع او مدير موقع ومش فاهم يعني اداره، وعارف انه عنده ريسورس لازم يعملها، ولازم عنده تايم مانجمنت وعنده كوست مانجمنت، الكلام ده كله اللي احنا بنحكيه ده كله من اول لاخره ما ينفعش. وده يعني لو المشروع مشي كده صدقوني انا كمان بقول ما فيش حاجه اسمها مشروع هيبقى في ايدك هيفشل. يعني لو احنا كلنا ان شاء الله، يعني انا شايف دلوقتي حوالي 29 واحد موجودين، شيل مننا اثنين مثلا ولا حاجه، ال 27 8 ال 26 27 واحد اللي موجودين لو اتبع هذا الكلام، مش اللي في اللقاء ده من كله، واهتموا وادوا له حقه في يعني مش احنا مش احنا احنا مش احنا مش بنذاكر عشان الشهاده ولا عشان الشهادات هي موجوده، دي قصه انما ان انا افهمها، لان احنا بنتكلم كلام عملي من واقع الطبيعه ومن واقع الريفرنسز ومن واقع ايه؟ حاجات انترناشونال، يعني الايزو ده حاجه انترناشونال. هنتكلم ان شاء الله بعد كده على موضوع هام جدا باذن الله تعالى، باذن الله تعالى خليه دلوقتي على جنب على في الـ في الـ في الـ في الـ 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 اللي هو الفيدك العقود، يعني هنتكلم على العقود برضه ان شاء الله. المهم جدا انك تعرف يعني ايه عقود. المينتنس اوف اكويبمنت اند تولز دي مهمه جدا جدا، وبيبقى في شهادات للتولز والاكويبمنت برضه في كل 6 شهور بتشوف كل حاجه. لو انت اللودر عندك لازم يبقى مراجع كل حاجه عليه ومعمول واخد شهاده صلاحيه. لو انت عندك تاور كرين، لو انت عندك كرين عادي، لو عندك دامبرز او اي حاجه في الموقع لازم يبقى ايه؟ معمولها صيانه، في صيانه وقائيه غير يعني كوركتيف برضه امبلمنتيف. والتولز اللي هي المعدات، يعني الشاكوش ده بعد فتره خلاص ما ينفعش، الشاكوش الانوي سمار بعد فتره ما ينفعش خلاص، يعني ولا الحديد بتاعه بقى عدل ولا اليد الايد بتاعته بقت عدله، فيعني ايه خلاص بيترم. لازم يبقى حتى دول لازم ايه تاخدوا وتشافوا وتعمل لهم تشيكينج وكل حاجه. These sub processes are considered critical and care shall be taken to effectively cover them in the quality manual documents. Processes اللي جايه دي quality management documentation under the ISO 9001 means the following. طيب هي لا hierarchy of quality management system documents. دي documents بتاعت الايه؟ hierarchy of quality management system documents. دي documentation بقى. هنفهم بقى هنقول ايه هنا؟ quality management system documentation اللي هي ايه under ال 1001؟ عباره عن ايه؟ 3 حاجات. في الكواليتي مانجر اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده الدفتر بتاعك الاساسي، اللي هو فيه وجهات الشرط بتاعك، البوليسي بتاعتك، كل الوظائف اللي عندك وحدود اي ولائم من اخرها ايه؟
الكشف بروسيدرز اللي عندك، كل ما يتعلق بالايه بالكواليتي سيستم بتاعت الشركه. طيب الورك انستراكشنز، في حاجه اسمها ورك انستراكشنز، ودي حاجه جميله جدا ومفيده جدا، بيبقى عباره عن تشيك ليست. يعني مثلا انت ايه، نقرب اي حاجه، خلينا نتكلم على بياض، او بسهله بياض كلنا عارفينه حتى، يعني البياض بعمل ايه؟ مثلا لو انا على مباني، يبقى انا المباني بعمل ايه؟ برصها ميه مثلا 5 6 ايام، وبعدين بعمل ايه؟ طرطاش. خلاص الطرطاش دي برصها مثلا كام يوم برضه، يبقى دي ايه؟ بتتكتب بالورك انستراكشن، تعمل الاول كذا، ترش المباني كذا، وبعدين ايه؟ تطرطش مثلا الطرطشه الابتدائيه، وبعدين طرطشه الابتدائيه تعمل الاوتار، او تعمل الاوتار الاول. يعني بقول الاوتار الاول جاي قبل الطرطشه بقى الطرطشه. بس هي المفروض يعني التطرطش تبقى احسن، لكن تبع يعني مش دي القصه. الورك انستراكشن دي انت بقى ايه؟ انت تبع بتتعمل ازاي؟ خلاص؟ وبعدين ايه المالو؟ وهكذا. فدي بقى لما بتحط خطوات 1 2 3 4 5 6 بتعمل ايه؟ كله بيشتغل بنفس الطريقه، بيدخل 1 2 3 4 5. وبالمناسبه دلوقتي البياض ما عادش بيتعمل كده، ده بتدخل مكنه بيدخل على اليوتيوب، واللي بيدخل على النت مكنه بتدخل تبيض من تحت فوق، خلاص مفيش حد بيقعد يعمل كده كل الاخر. في روبوت سيستم، وفي روبوتك سيستم، وفي مكنه بتاخد لك الحيطه من اولها لاخرها، تخلص الحيطه في ربع ساعه اللي كان بيقعد يشتغل فيها يوم ولا حاجه. طيب الورك انستراكشنز قلنا الكواليتي ريكوردز اور فورماتس. الكواليتي ريكوردز كل الريكوردز اللي هي التسجيلات، مش تسجيلات يعني تسجيل صوتي، لا يعني انت في انسبكشن ريكوست، انسبكشن ريكوست انا اخذته ببعت الاستشاري، انا يعني عندي عايز اعمل كذا 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 الساعه كذا كذا كذا، بينزل بيروح بيعمل عامل لك الكلام ده كله، ايه يقول لك مثلا ايه اتقبل الشغل مثلا كود اي او بي او سي او اترفض السي مثلا او الاخر. خلاص؟ فكل الريكوردز دي لازم بتبقى ايه تتاخد وتعمل لها ريكورد تاني، تعمل لها ايه؟ لوج وايه اخرها واخرها ايه؟ والفورماتس بقى اي فورماتس، يعني انت بتصمم اي نموذج او اي حاجه الكلام ده كله. فالثلاث حاجات دولت الدوكيومنتيشن بتاعه، يا اما الكواليتي مانيوال انستراكشن والكواليتي كوز اوف فورماتس. فور بروجكت مانجمنت كومباني، شركات اداره المشروعات، اور كونتراكتنج كومباني او شركات المقاولات، الستراتيجيشن ابروتش اوف كواليتي مانجمنت documentation meant extensive paperwork in the form of procedures, work instructions and quality records. But now it's much easier. يعني الشركات اللي هي القديمه اللي بدأ من زمان اللي هي كانت project management company، ده مثلا زي بكتل، زي هيجز اند هيل، زي بروجاكس، زي work management companies، او شركات مقاولات بقى كبيره بقى، ادي لينجهام ديسوزا كان من الشركات، او الشركات المصريه بقى يمكن ده اللي بيجي دلوقتي. كل الشركات المصريه شركات محترمه جدا، يعني شركات سنة في مصر مستوى احسن من الشركات الدوليه يعني. المهم كان زمان الكلام ده كان بياخد بيبر وورك كتير جدا. طبعا اللي مشغل على النظام او اللي ما اشتغلش الكلام ده شغالين بيه، وعلى قد الامكانيات اللي كانت عندنا. ما احنا دلوقتي كنا بنشتغل الاول كل ورق، ما كانش في حاجه بتاع، يعني انا بقول لك قبل كده، انا عشان ما كنتش شغال في مصر، كنت شغال في الدكتوراه في الاول، كنت بقعد في في في, في المكتبه انقل بال 10 ساعات عشان انقل من المراجع او من المجلات او لا، عشان اخدها معايا عشان اروح اجهزها واكتبها في البيت او ادرسها او اعملها. دلوقتي ده انت بتقعد على النت، لو انت تعمل 10 دكتورات وانت قاعد على من النت. فالقصد يعني ايه؟ طبقا للامكانيات اللي كانت موجوده. فكان انا بقول لك ان كان زمان كان فيري اكستنسيف بيبر وورك. انا رايي الشخصي اللي كان اكستنسيف ولا حاجه، وانا ممكن افركوا الكلام كله من اول لاخر. بنشتغل اندر بكتل في مشروعات معينه، في فايلنج سيستم واضح، في كل حاجه بتتعمل، ومعروف الدوكيمنت ده ماشي ازاي، ماشي ازاي، ماشي ازاي، ماشي ازاي. تفرق بقى دلوقتي انك ممكن توصل لمرحله في السيستم بتاعك بيبقى بيبر ليس خالص، بيبقى انت بتشتغل جوه سيستم زي الايكونكس زي اي حاجه، والورق الكلام ده كله بيبقى ايه؟ ما بيطبعش.
اتعمل واتعملوا سيجنتشر الكترونيك وخلص على كده. يعني تبقى الموضوع اتبسط دلوقتي. Now it's much easy، بقت easy جدا جدا الكلام ده كله من الاول لاخره. لكن لو عايزين رأي شخصي لازم يكون عندك البيبر ورك، لازم زي ما عندك ال 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 الالكترونيك سيستم واللي هو ما فيهوش، ممكن انا اوصل ان انا اعمل بيبرلس او يعني نو بيبر، نو بيبر، تشتغل كلها دوكيومنتيشن كده. في انظمه كتير ايكونكس مش ايكونكس برضه اشتغلنا عليه، لكن انا رايي الشخصي لازم الدوكيومنتيشن ده اللي هو الكترونيك لازم يتعمل منه فايلز موجوده. ليه بقى؟ انت في لحظه من اللحظات ممكن هذا الكلام ده يتعرف في محكمه، يتعرف هنا عشان تقعد تدور وتبحث وتطبع وتعمل، هتلاقي نفسك ايه؟ الدنيا في متاهات. النهارده من فضل الله سبحانه وتعالى الموضوع بتاع البيم ده يعني بقت خيال خيال. البيم ده دلوقتي يعني اللي ما بيعرفش بيم دلوقتي يعني طبعا. المهم عشان احنا مش بنعمل دعايه لحد ولا حاجه، بس انا بقول لكم ان الدنيا اتطورت وتقدمت، وما حدش يتكلم على القديم ويقول ان هو كان ما كانش وحش، كان انه وحش ولا طويل ولا كذا. لا، كل وقت والوقت ده زي ما بيقولوا. احنا كنا الحسابات كنا بنعملها بايدين، كان ممنوع ادخل الامتحان بسلايد رول، كان ممنوع ادخل الامتحان كانت طلعت اسمه ايه ده اللي هو الكالكوليتر الصغيره كده اللي هي لو اشتريت مثلا رغيفين عيش ممكن واحده دي عليها، كان ممنوع تدخل بيها امتحان تشتغل بايدك. فالمهم التطور بتاع الزمن بيخليك دلوقتي ممكن تدخل اوبن بوك، تدخل بتعمل الامتحان اونلاين. فالدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت. وبرضه اللي بقوله برضه يعني احنا مش معنى مش نفس الكلام ده احنا نرفض الجديد، بالعكس ابدا. انت كل ما بتقعد في المجال وطول ما انت ربنا عطي الواحد عمر ورزق عطي له استمرار، لازم يظل يعرف يتعلم. اذا كونتينيوس امبروفمنت الواحد لازم يعمله لنفسه ما يوقفش. كوادمنتيشن ات ذا كوربريت ليفل نيدز تو بي بريدومينانتلي ا بوليسي دوكيمنت ستراكشر اكومديت اول كوز اوف كذا. الكواد كومبتيشن يبقى طبقا للايه؟ للكلوز دي متوضح احنا اتكلمنا عليه كله. Since many processes at the corporate and site levels have to be contained in the single manual, therefore two manuals shall be structured. زي ما قلنا ايه؟ في two manuals اللي هو ايه؟ اول واحد الكواليتي مانيوال او الكواليتي سيستم مانيوال. Compendium of the quality management system to be followed at the corporate level based on ISO 13485 standard clause. اول حاجه كومبيديوم اللي هو ايه بقى؟ اللي هو وافي، يعني لازم تبقى ايه؟ الكواليتي مانيوال، المانيوال ده بقى ايه؟ وافي ومطابق ويعني بيستخدم الايه؟ ISO 13485 standard clauses كلها، يعني هو كلوزز متطبقه خلاص. الحاجه البي بقى ده الكاربريت كواليتي مانوال، مانوال جيفنج ديتيل بروسيدجرز فور اكتيفيتيز ات ذا كاربريت ليفل اند جايدنس فور سايت اكتيفيتيز اند بلوكر. الكلام كنت بقول لكم من شويه اللي عندك الكواليتي مانوال سيستم اللي هو خاص انك بتتبع كل الاجراءات بتاعت الايزو وبيبقى عندك كواليتي مانوال خلاص. الثاني بقى الكاربريت ايه؟ كواليتي مانوال اللي هو بيعمل ايه بقى؟ اللي هو كل البروسيدرز بتاعتك من اول كل واحده بتاخد ايدنتيفيكيشن طبعا سميها بي او 01 بي او 02 وهكذا، بيبقى فيها ايه؟ كل البروسيدرز كلها موجوده فيها. ودي برضو بتبقى يعني احنا طول ما زي ما كنا بنشتغل فايلات باوراق بكل حاجه، وفايل فيه البروسيدرز ورا بعضها وعارفين بنروح فين ومعاها الفورمز بتاعتها وكل حاجه. دلوقتي بقت الموضوع بقت ايزي جدا. يعني انا زي ما قلت لكم احنا بقى بنشتغل مع بيرتك وبنعمل هذا الكلام مانوال. بمرور الوقت انا بيرتك كنت بقول هذا الكلام وطبعا بغيره وبنقحه وبعدله وعملت منه الكترونيك سيستمز. حتى لو انت عندك بيبرز بتعمل سكاننج وبتاخدها بتحطها فيها، بقى انت عندك الايه؟ الفايلنج سيستم بتاعك الكترونيك برضه جوه السيستم بتاعك. ستيب 10 اندرستود hierarchy of quality management system documentation. As I told you, every time a product is awarded,
First, specific documentation has to be made on the site in accordance with the client requirements. يعني كل مرة عندي مشروع خدته لازم يبقى فيه ايه specific documentation بتاعه موجود طبقا لايه؟ لاشتراطات العميل. يعني في عقد، العقد ده بيقول مثلا انت هتعمل كذا وكذا وكذا لازم اطبقه. مفيش حاجة اسمها يعني لازم، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة ده محدش هياخد باله او لا. Special processes and requirements could be done at different stages of projects requiring a more flexible working manual for the site. بيبقى فيه اجراءات خاصه احيانا انها تتعمل فيه في مراحل معينه من المشروع. الكواليتي بلان، الكواليتي بلان ده ايه؟ ده بيتعمل للمشروع، للمشروع يعني كل مشروع الكواليتي بتاعته مختلفه، الموقع بتاعه بقى كذا مش ممكن ما ياخدش كل البروسيدرز اللي هي اللي موجوده مع الكواليتي مانوال، الكواليتي مانوال. يبقى كواليتي بلان اور بروسيدرز مانوال is required to be made under the guidance of the company quality manual and clauses of ISO standard every time a project is mobilized. اي مشروع لازم له quality plan لوحده بتاعه هو خاص بيه لما توصف فيه من الكلاينت من الاستشاري هل ايه البروسيجرز اللي انا واخدها من عندي، ممكن ازود بروسيجرز ايه، الانسبكشن اند تيست بلانز شغاله ازاي، الكوميونيكيشنز معموله ازاي. في ده الكواليتي بلان ده اللي هو يعني ايه احنا اتكلمنا عليه برضه، هتلاقوه موجود في الايه في اول لقاء قلنا والتفاصيل بتاعته هنتكلم برضه على التفاصيل دي في الاخر. البروجكت سبيسيفيك كواليتي دوكيومنتس سبيسيفيكيشن اند ريكوردز فورمد ذا بيزس اوف ساتش بلان كولد ذا بروجكت كواليتي بلان. اللي هو ايه كل الدوكيمنت سبيسيفيكيشن والريكوردز كان ده كله هو اسمه ايه البروجكت كواليتي. يعني الكواليتي بلان مش هو شويه الحاجات الاولانيه، لا ده في ايه؟ في الكواليتي الدوكيمنتس سبيسيفيكيشنز والريكوردز كل حاجه خلاص. طيب 11 الكومباني كواليتي مانوال. الكواليتي مانوال بقى بيبقى في ايه؟ الديديكيتد تيم اللي هي فريق محدد اللي هي مخصص يعني خلاص. We'll commence the preparation of the first draft of the company quality manual which specified policies and procedures for activities imbibed with the clauses as to as كذا كذا. يبقى احنا ايه بيبقى في طقم بقى او في فريق لازم يبتدي يعمل الكومباني بقى كواليتي مانجر، هو اللي هيشتغل يعني من كل مثلا كل قسم. طبعا مش رئيس القسم هيقعد يعمل الكلام ده كله بس بتاع التوجيه بتاع اشرافه، وفي الاخر بيبقى هو ايه بيسموه ايه البروسيجر اونر اللي هو مالك البروسيجر اللي هو اللي عامله وموقع عليه وبقى بتاعه هو خلاص. The company quality manual shall be reviewed through a management review meeting and approved by the management representative for promulgation in the company as issue one or version one. The document and data control procedures as defined in the manual shall be followed. In the company quality manual, it triggers the top management والمانجمنت ريبريزنتيف بيبقى ايه؟ هو بقى بيبقى مسؤول عن الكلام ده ومسؤول عن ان هو ايه؟ بيصدر فورماليجيشن اللي هو الاصدار بتاع الكومباني كواليتي مانوال خلاص؟ وبيصدره كايه؟ كايشي 1 او كفيرجن 1 او كفيرجن 1 زي ما تسمى يعني. ودوكيمنت اند داتا كنترول بروسيدرز از ايه؟ as defined in the manual shall be followed. يعني كل حاجه في المانيوال دي هتبقى ايه؟ لازم تتنفذ زي ما هي. يعني الانجيل بتاعك يعني. طيب الايدوكيشن والتريننج والكونسل اللي هو الايدوكيشن اللي هو التعليم التدريب، الكونسل اللي هي ايه؟ ال اسمه ايه ده؟ اللي هو احنا قلنا كونسل اللي هي الارشاد. يعني بيرشد يعني بيعلم بيدرب وبيرشد يوجه يعني.
Your system is required to be installed in the company and needed promulgation through education, education, training and counseling. يعني طول ما احنا شغالين بالايه بنفرش كل ال بنوزع ال بنعلم وبندرب وبن ايه وبايه وبالبرومالجيشن اللي هو بنصدر والكونسلنج اللي هي الاشهار بقى مش كده؟ طيب and the training and education shall be imparted firstly by quality management system consultant and secondly by our quality management. التريننج في الاول خالص ده بيبقى الايه؟ الكونسلتنت بتاع ال ال اللي احنا جايبينه عشان يعمل السيستم في الشركه بيساعد الشركه على انها عمل بيبقى ان هاوس بس اللي بيبقى معاه كونسلتنت وهو ده برضه اللي بيعمل تريننج للناس خلي بالنا كل ده على فكره ده تجهيز انما الشهاده لها سكه ثانيه خالص الاخر خالص هتبان انما في خلال الشغل بيبقى معايا ايه اللي هو الكونسلتنت مع ايه الكواليتي بتاع الشركه ماشي انا في الاول كونسلتنت ده بيدربه وبعد كده بيبقى إيه تحت الكواليتي مانجمنت دورينج بقى بروسس بيتعمل بقى بيتعلم زياده بيتعمل ايه امبروفمنت وهكذا طيب النقطه 13 يا مسهل يا رب يا مسهل preparing the internal audit team بجهز الاوديت تيم اللي هو زي ما قلنا ان كل شركه تقوى لحجمها بتدرب اوديتورز اللي هو الاوديت اللي هو المراجع بيبقى انترنال اوديتور ومتعلم ودارس حاجات وشهاده مختومه ومعتمده من الشركه اللي هو عاملها وخلاص يعني بتدفع عليه فلوس كتير على فكره على كل واحد يعني فدي احد المصاريف اللي هي موجوده ضمن تجهيز الشركه للايزو يعني غير الشهاده ده كل ده تجهيز الشركه خلي بالك ما تعرفش الشهاده لسه quality assurance does not happen it's done يعني هنا ترم لذيذ قوي انا يعني بقول لك ان quality assurance دي هي مش بتحصل كده يعني مش بتحصل جزافه بص لا انت بتعملها اذا ما عملتهاش مش هتتعمل therefore to gauge its degree of implementation within the company internal quality management system auditors are required عشان بقى اقيس لاي درجه تم تطبيق الكواليتي مانجمنت سيستم ده في الشركه لازم في اوديتورز مفتشين وبيتابعوا بقى البروسيدرز هي متنفذه صح البروسيسز معموله صح الدوكيومنتيشن معمول صح وماشي صح متوقع صح كل ده وهو بيتفتش عليه Formal training is essential to correctly align individuals for carrying out internal audits in the company. ففي تدريب للايه للاوديتورز وفي حاجه اسمها برضه الايه؟ الاندكشن في كواليتي اندكشن يعني لما هو كواليتي تريننج اي حد بيدخل اي مكان ودي يعني دي 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 اوبليجاتوري واتس ماست لكن ناس كتير ما بتعملهاش لكن الحقيقه في فتره من الفترات كان لازم اي شركه في مصر بتتكلم على مصر حتى مش على بره انك بيتم استقبالك في المشروع او في الشركه بتقعد اربع خمس ساعات بيتعمل لك او على يوم او يومين ماكسيموم بيتعمل لك ايه؟ اندكشن بتعرف الشركه هذا التنظيم بتاعها ماشي ازاي؟ البوليسي بتاعتها ماشيه ازاي؟ الاقسام ماشيه ازاي؟ العلاقات ماشيه ازاي؟ البروسيدر ماشيه ازاي؟ يبقى انت كان يوم تكون بتنتج مش تستنى اقول لك انت هتتعلم بقى تقعد شهر ولا شهرين عشان تاخد على الناس لا انت داخل على حاجه جاهزه وحاجه منظمه عشان كده دي اهميه برضه السيستم ده ان واحد ماشي مات طب يبقى الشركه تقف عشان ده مات ولا تقدر على حد تاني لا واحد من بتاعتي يقف شغال مشغله لغايه ما يجي واحد تاني يعني الشغل ما يعطلش على حد ده هو نظام موجود ما يعطلش على حد انا كمثلا كمانجر لو واحد غاب اي واحد في اي المفروض يعني في اي فانكشن مالي اداري قانوني اي حاجه لو في مشكله ومستعجله والراجل ده مش موجود خالص اقعد اعملها بايدي خلصها مش ما تروحش هي دي ده المدير بقى اللي هو لازم يبقى عارف كل حاجه لكن مش متخصص في كل حاجه في متخصصين طبعا يعني انما مدير المشروع لازم يبقى مدير الشركه لازم عارف كل حته ماشيه ازاي. يعني اغلب الشركات
انترناشونال تعمل ايه؟ لما بيبقى واحد مثلا المهندس في الاول يدخل مثلا تكنيك، بعد كده يدخل يمسك فاينانس كام سنه، بعدين يدخل يعمل ادمنستريشن، وبعدين يدخل يعمل اتش ار. يعني كل يعني ده الكلام ده 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 ده, ده, ده واقع، خلي بالك يعني الشركات الاجنبيه اللي بتعمل كده. ليه بقى؟ يعني في يوم من الايام ده هيبقى جي ام او اريا مانجر، يبقى لازم يكون عارف كلامكم من اول اخر. تمام؟ يعني احنا لما البروجكت مانجر، عشان كده البروجكت مانجر عنده مسؤولياته كبيره، و هو المفروض هو يعمل يعني حتى بداوا يتكلموا ان الايه؟ الكوميونيكيشن. احنا زمان كنا بنقول 70%، وصلنا بنقول 80%، امبارح لسه سامع ان الكوميونيكيشن في محاضره من المحاضرات الكوميونيكيشن بيمثل 90% من شغل ال المانجر. اي داوت مش ممكن تكون 90%، مش ممكن يعني 70 80% ده كويس قوي، انما لازم مش اقل من 20 30% يضطر يحط ايده في التكنيكال. واحيانا بيضطر بقى لو هو في موضوع والكلاينت مستنيه او في ضروره لازم احط ايدي، لو انا الكونتاكت مانجر مش موجود ولازم اعمل جواب ولازم اعمل ريبورت اعمله، لو الكونستراكشن مانجر مش موجود وانا بروجكت مانجر اعمله، يبقى كده حتى يبقى انت ايه، يبقى ليك هيبتك وليك ومعروف ان انت فاهم وعارف وبتشتغل، مش انها مجرد معلومات بسمعها، لا ده انا اشتغل اعملها بايدي مش كده. انا اسف على كده، مفيش مهندس في الموقع مثلا عشان يقف على الصب، انزل اقف ما استكبرش، ما هو مفيش بالخرسانه جت، مفيش حد بسبب او باخر، كورونا ما كوروناش بقى، اي مشكله تعبوا عملوا، لا انزل اقف اقف هو بايدي، ما فيش اي مشكله خالص. يعني دي الاحساس بالمسؤوليه بتاعك كايه؟ ك ك ك ك اون ذا توب اوف ذا سيستم كليدر. لما تبقى ليدر كده في وسط الناس ويحس ان انت يعني ايه؟ انت مش مجرد انت مش ماشي على ايدك في جيبك، ولا انت مثلا يعني لا ده انا كل واحد بيشتغل انا فاهم بيعمل ايه وفاهم الصح بيتعمل ازاي، قد يكون هو السكيلز بتاعته اعلى مني، انما لا هو السكيلز بتاعته هو فعلا السكيلز بتاعته اعلى مني. يعني مثلا في اي حاجه في ديزاين، من فضل الله سبحانه وتعالى اعمل زي الاكثر من 200 مشروع بايدي من ايام السلايد رول ولغايه ما اشتغلنا بالكمبيوتر وبالسيستمز والكلام ده كله من الاول لاخر. طيب لو انا في مشروع دلوقتي في شغل تكنيكال اوفيس في ديزاين، انا اتكلم افتح بوقي؟ لا، في ستراكشر انجينير يتكلم. لو هو في مشكله او في اي حاجه باخده على جنب بقى، بقول له فلان في كذا كذا يتعمل كذا يتعمل كذا، او وانا اي بريفير ان انا من قبل ما ادخل الاجتماع ابقى عامل اجتماع مصغر مع التيم بتاعي ونتفق مع كل واحد هيقول ايه وهيتكلم ازاي، وانا جاست ليدنج يعني بوزع الابتسامات واقول يا فلان اتكلم يا فلان، يبقى انت المايسترو. ده الايه؟ ده الليدر شيب بقى، مش ان انا بقى المدير بقى انا بقى اللي بتكلم وانا اللي بعمل، لا ده كلام لا علاقه له بالاداره ولا بالقياده. طيب زي ما قلنا الكواليتي اشور داز نوت هابن اتس دان، ذيرفور تو جيج از ديجري اوف كومبتنس، زي ما قلنا ده اللي بقى انترنال اوديتورز، يعني انترنال اوديتورز دول موجودين ومتخصصين وبيعملوا احصائيات وبيعملوا يعني انا قدمت كم انسبكشن ريكويست في خلال مثلا الاسبوع ده، قدمت مثلا 200 انسبكشن ريكويست، طب كم واحد اخذ كود ايه، كم واحد اخذ كود بي، كم واحد اخذ كود سي واترفض، يبقى انا ايه بحصر عارف ان انا ايه الكفاءه بتاعتي ماشيه ازاي، وتعمل ستاتستكس خلاص الاسبوع اللي وراه وهكذا، يبقى انا اسبوعين كذا اخر كل شهر، يبقى قياساتي موجوده في كي بيرفورمنس انديكيتورز لازم تتقاس وتتحط وتتعمل. فده الكلام ده بقى كله، الكلام ده كله اوعى حد ياخده على انه كلام نظري ولا كلام كتب ولا كلام خيالي، هذا الكلام ده كلام فعلي وبيتعمل من زمان. يعني احنا زمان يبقى الواحد معاه دفتر، يعني انا بذكر زمان زمان التكنيكال اوفيس كان لازم المهندس في التكنيكال اوفيس يكتب ديلي ريبورت، انا اشتغل المهندس في التكنيكال اوفيس قعد 8 ساعات، طب عمل ايه النهارده؟ كذا وكذا 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 كذا في الساعتين كذا كذا 3 ساعات، يبقى ده مش كنترول عليه، ده دي داتا لازم ابقى في المشروع عشان انا ما بعد كده اما اجي يبقى مشروع تاني او شغل زي ابقى عارف اللوحه بتاخد وقت قد ايه، كان كله قد ايه.
وهكذا. يعني نوع من الايه، من الـ من الـ اللي هو السيلف ليرنينج، او يعني ان انا بعمل لنفسي بقى ايه، لما باجي اعمل كوستنج بقى المشروع اللي وراه، يبقى انا عندي الداتا، انا هعمل المشروع ده هعمله ازاي. خلاص معلش ساعات كده، ده مش خروج عن المواضيع، بس ده نبقى احنا بنتكلم كلام عملي، مش قصه ان انا بقول ان ده ورق ولا ده كلام ولا ده لا. فورمال تريننج اسيشن وكارين كلاين ديلز كارين اوت ذا اوس ان كومباني. الانترنال ترينرز دول او الانترنال اوديتورز دول مهمين جدا، وبيعملوا ال الساعة وبا الساعة 10 انت الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا. Depending on internal audit team, individuals with sufficient management and technical capabilities will be selected for undergoing such formal training. ال individual يعني لازم عندهم كفاءات فنية وكفاءات إدارية خلاص عشان يعملوا عشان إيه ويحضروا التريننج دي كلها. An internal audit team will be formally declared in the company to carry out a well-coordinated series of internal audits covering the head office, departments, and the construction project site. Internal auditors دول بيشتغلوا على الكواليتي مانوال، الكابيتال كواليتي كواليتي بروسيجرز، وبيشتغل على ايه؟ على البروجكتس. خلي بالك لازم يبقى عارف، لازم يبقى فاهم، مش كده وخلاص ماشي الحال. طيب بسم الله. الخطوه ال 14 internal audits. The internal audits shall give the QA team an idea of the state of the quality management implementation. It's also a good idea that for the company to invite the quality management system consultant to carry out internal audits to gauge non-conformances from an outsider's point of view and give us expert solution for corrective and preventive actions. Internal audits بتتعمل، انا بعمل internal audits مثلا كل اسبوع كل اسبوعين وهكذا. بيجيني واحد ايه اللي هو internal بقى، لازم هنا to invite، ان ادعو quality management system consultant واستشار استشاري عشان يراجع هذا الكلام ويشوف الدنيا ماشيه ازاي ويشوف احنا عامل ازاي. عشان برضو خلي بالك العين اللي جوه غير العين اللي بره. هتلاقي دايما بتوع كواليتي اشورنس، هو انا للاسف واحد يعني بدعي ان انا يعني من الحاجات انا بحبها جدا، لان اللي ما يعرفش كواليتي اشورنس اوعى يقول انا بروجكت مانجر. بقدر ما انت بتدخل كواليتي اشورنس كواليتي كنترول كواليتي كنترول، يعني ده يعني ايه يعني مش وحي مش حاجه عيال ولا لا، فيري امبورتنت. بس اهميه كواليتي اشورنس ان انت سيستم انت فاهم. ما ينفعش ابقى اشتغل انا مدير مشروع وانا مش عارف المانجمنت ايه ولا الكواليتي اشورنس بتاعته ايه او شركه او الى اخره. The non-conformances gauged during internal audits be called system non-conformance. ادي ايه؟ او ادي نوع من انواع الايه؟ non-conformance and shall be analyzed for trends. اثناء الانترنال audits بقى في ايه؟ system non-conformances. بمعنى ايه؟ السيستم ده اللي هو بتاع الشركه بتاع الاداره. انا عندي شركه فيها زي ما قلنا اللي هو اول حاجه اللي هو البيزنس اكوزيشن الاول، وبعدين بعد كده بيبقى ايه الاستاديز، وبعد كده التكنيكال اوفيس، وبعدين الكيو اي كيو سي قبليه في الكونتراكتس، وبعدين الكيو اي كيو سي. كل دي اللي هي الايه الديبارتمنتس اللي عارفها. معلش هو يمكن يعني بقول لك انت، وبعدين بعد الكلام ده كله في بقى بيبقى الكي اتش اس اس اي مانجر تحتيه، بيبقى كيو اي كيو اتش سي، وفي الايه الاتش اس اس اي هذا في السكند بريك داون. بعد كده الكونستراكشن، الكونستراكشن ممكن يبقى في كذا اريا، الكونستراكشن مانجر مثلا الاريا الفلانيه الفلانيه، في كونستراكشن مانجر واحد تحتيه بقى الارياز، كل اريا تحتيها بقى يعني سواء بقى معماري انشائي كل التخصصات كل الفانكشنز تحتيها. بعد كده عندك الفاينانس، فاينانس مانجمنت. بعد كده ال الفاينانس طبعا بيختلف. بعد كده في المخازن اللي هي الستورز او ستور كيبنج. بعد كده في الايه الادمنستريتيف بقى والاتش ار والاسوسيشن كامل.
احنا بنقول اهي، يعني كلام مش غريب ولا في ولا حاجه محفوظه، ده من الشغل انت بتقدر تعرف الدنيا ماشيه ازاي في مثلا في مشروعك او في شركتك او الاخر، او التفكير المنهجي يخليك تقدر يمكن في الشركات في حاجه تانية بقى، في بزنس ديفلوبمنت، في امبروفمنت، في سكشن بتطلع جديده، في سيستم جديده، في دلوقتي البيم ديبارتمنت ده بقى منتهى الاهميه، واخدين بال حضراتكم. فيعني ايه لازم نبقى ايه اوكورون زي ما بيقولوا الفرنساويين عن اي حاجه تطلع جديده يعني. طيب احنا قلنا ايه؟ يبقى هي يبقى بندي الانترنال اوديت شال جيف ذا كوالتي اشورنس تيم، دي يعني انا لما بعمل انترنال اوديت باخد بقى كل الداتا من اول لاخرها، وبعرف انا ايه البروبلمز اللي عندي، واللون كونفورمس اللي بنقابلني بسميها ايه؟ سيستم نون كونفورمس. انا بعمل على الشركه لان دي نون كونفورمس في ايه؟ في الشركه مش في المشروع. في حاجه في البروسيدرز مثلا علاقه الاقسام ببعضها، البروسيدرز نفسها لازم مثلا اخد توقيع مثلا المدير العام قبل ما اشتري مثلا شويه ادوات كتابيه، حاجات كده يعني. وانت شغال بيبقى مالهاش لازمه يعني، اللي عاملها اصلا بيفكر بشكل معين او حاجه، ومن خلال الابلكيشن. عشان كده دايما اي بروسيدر يبقى ايه في فيرجن 1 في فيرجن 2 في فيرجن 3 وهكذا يعني، لا يعيب حد ده وانت شغال لازم يحصل هذا الكلام. طيب inspection and testing the quality control aspect of the ISO 9001 standard require that the product non-conformances are gauged and the corrective and preventive actions followed up at the execution level. Monitoring of the actions was required at the corporate level. الكواليتي كنترول ده اللي هو عباره عن ايه بقى؟ اللي هو انت زي ما قلنا انت عناصر الانتاج بتاعتك ايه؟ اللي هو الفور ام، مش كده؟ طيب اول حاجه ايه؟ الام اللي هو الايه؟ مان باور. بعدين في ماتيريال وفي الايه؟ الماشينز، خلاص؟ طيب الكواليتي كنترول الثلاثه دول بيشتغلوا فيه، فانت بتعمل بتراجع الخامه اللي داخل، الخامه داخل في البرودكشن ترجع بتعمل لها، بيبقى عليها تيست معين، بيبقى اسمك في الشبه تيست بلان، انت بتعمل خرسانه يبقى بتراجع الخرسانه، بتراجع الرواتب بتاع عليها السلامب، بتراجع الحراره، بتراجع الكونتست تيست بتاعها وهكذا. ده كمثال خلاص. الكواليتي كنترول بتراجع المصنعيه مثلا بتاعت النجار بتاعت الحداد بتاعت الفورمالي وهكذا. يبقى انت دي ايه؟ دي نماذج اللي بتحصل. الحاجه الثالثه بقى اللي هي ايه؟ اللي هو المان باور، الماتيريال والماشينري. الماشينري ما يجيليش مثلا هزاز يشتغل 10 دقايق ويقف، لازم يكون من الاول خالص انا ايه؟ مراقبه واعرفه، وما اقولش ما اقدرش بقى اقعد اعمل لوك زي زمان بقى اعمل كلام، لا او لازم يبقى عندي واحد احتياطي وهكذا. يبقى انت الكلام كله لوجيك وبسيط، نخلي بالنا يعني زي ما قلنا برضو ان المانجمنت عباره فور فانكشنز على فور على فور ام على فور ريسورسز، دي من ابسط ما اقول هو ده بس في كل حاجه. لكن الموضوع بيحصل ايه؟ ان انت وانت بتشتغل بتحس بالكلام ده وبتعرفه، ويبقى هو ده الاساس بتاع كل حاجه. خلاص؟ يبقى اي نون كونفورمنس في السيستم بيبقى اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ كوربريت ايه؟ نون كونفورمنس ايه؟ جيج اذا كوركتيف اند بيرنت اكشن فولود اب مونيتورنج اوف اكشنز. خلاص؟ طيب. بسم الله. طيب the product specifications shall be taken as the conformance and acceptance criterion for the quality control field teams at sites to originate non-conformance reports in case of detecting one. يعني لازم الـ specification بتاعت الـ product، انت بتنتج اي حاجه، انت بتنتج يعني كان بيتكلم على construction مثلا، مش بتكلم على طوب، ماشي بتعمل مباني، يبقى لازم تبقى عارف الـ specification وعارفها وعارف تشغيل الطوب بيتبنى ازاي وعارف كل حاجه ازاي، والاكسبشن كراكيرون ازاي للفيلد تيم.
لازم اعرف ان انا عشان ايه اعمل نون كونفورمس ريبورت لو في نون كونفورمس موجوده، لو انا لقيت نون كونفورمس اعملها واحطها واكتبها وكل حاجه. The corrective and preventive action shall be verified at sites and the disposition monitored at the corporate level QA department. ده وعند corrective اللي هي الايه؟ corrective action اللي هي الايه؟ اللي هي التصليح. preventive اللي هي الايه؟ ال preventive اللي هي الوقائي. هل ده وقائي ولا ايه؟ لازم يتشيكوا اون سايت على طول. خلاص؟ و خلاص يبقى دي لازم تتشيك اون سايت على طول. طيب the non-conform was gauged on a product during field quality control inspection and testing will be called non-conformance reports. non-conformance report لما يبقى عندك ايه في الانسبكشن quality control inspection and testing ماشي، ده بتبقى ايه non-conformance reports. these shall be analyzed for conformance categories and trends. النون كونفورمنس بقى وانت في الشغل ده دلوقتي، ده دلوقتي على فكره في حاجه اسمها الكونتينوس كواليتي كنترول يعني، بس ده مش يعني هي اون سايت او بتبقى صعبه برضه في الصناعات يعني، بيبقى البرودكت ماشي قدامه وطول ما هو ماشي عليه الايه اوتوماتيك او يعني الكواليتي كنترول بتاعه يعني. خلاص طيب يبقى ده هيبقى اسمه نون كونفورمانس ريبورت ماشي. طيب لو يحدد لازم يتحلل الكونفورمانس بتاعته ان هو مطابق يعني، ونوع النون كونفورمانس ايه واتجاهه ايه، عشان برضه بقى عارفين نعرف نحلل بالظبط النون كونفورمانس جت من ايه. طيب الكاستمر كومبلينتس هنا بقى ندخل لما ده بيقول ايه الكاستمر ساتسفاكشن، دي حاجه مهمه جدا. الساعه دلوقتي داخله في 10، احنا قدامنا لسه شويه حضرات. هل تحبوا تاخدوا راحه ولا حاجه؟ مين موجود؟ باشمهندس عمر، باشمهندس احمد. ايوه يا دكتور. تحبوا تاخدوا راحه؟ يعني الموضوع انا شايفه حلو وجميل، بس قد يكون حد يعني تحبوا تاخدوا 5 دقائق ولا حاجه كده، اللي عايز يعني يعمل اي حاجه، يشرب حاجه، يعمل حاجه. طيب اللي عايز بريك يا جماعه ممكن يبعت في الشات رقم 1، واللي عايز نكمل يبعت نكمل. كل عام وانتم بخير جميعا، انا سعيد. والله انتم امراء والله صراحه، انا متفائل جدا 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 يعني بالناس اللي تقدر معانا على طول، وباذن الله يعني احنا هيبقى عندنا اسبوعين يعني ان شاء الله هنشتغل في انا بس انا مش هقعد اجازه يعني. هكمل لان انا بجهز حاجات ان شاء الله هتعجبكم باذن الله تعالى. بس انا عايزكم في خلال الاسبوعين دول تلاقوا وقت انكم تراجعوا الحاجات اللي فاتت، وهتحسوا فرق كبير جدا 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 لو تاخد انترفيو. وزي ما قلنا خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم الفرق المرحله اللي جايه جميع قطاع البترول هيولع تاني، المشروعات هتزيد كتير جدا يعني. المهندسين كتير دلوقتي قاعدين انما هنرجع تاني زي ايام ما كنا في الامارات، كانت اللي عدي لو مشروع معدي جنب منه مهندس لو عرف المهندس بيخطفوه. انت بتاخد كام؟ انا باخد 10. لا هديك 20. هتحصل، خلي بالكم المرحله اللي جايه في 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 بومنج عالي قوي داخل على الشغل، وبس هيتطلب بقى ايه يعني خبرات خاصه، وهيتطلب معلومات خاصه، وكاركترستيك خاصه، وكومبتنسز خاصه. فانا عايزك ايه
تهتموا بالكلام اللي بيقولوه ده من اول اخره ايه، ومش صعب مش صعب مش صعب مش صعب، بس نركز عليه وما يبقاش مجرد يعني مش ما ادخلش انترفيو وقول انا معايا شهاده ان انا شايف رايك ماشي. لا انت عايز ايه حضرتك؟ كان عايز كان في كوميونيكيشن ماشي، هتتكلم في بلاننج ماشي، هتتكلم في اورجانيزنج ماشي، عايز تتكلم في كواليتي ماشي، عايز تتكلم في سيفتي ماشي، عايز تتكلم في كونتراكتس ماشي، انا موجود تحت امرك في اي حاجه، عايز تتكلم في كونستراكشن اون سايت ماشي. احنا يمكن ما اتكلمناش في كونستراكشن يعني كتير، بس ان شاء الله برضو في موضوعات يعني احنا مع بعض ربنا يعطينا عمر ان شاء الله هنكمل يعني مع بعض باذن الله. طيب الكاستم كومبليتس لو عايز 9001 ستاندرد ديكتيتس that complaints arising out of the company's interaction with clients, management practices, services and product quality will be addressed through a preventive and corrective action cycle. لأي شكوى تحصل ما بين الانتراكشن ما بين العميل وال يعني لازم الكلام ده كله يبقى ايه، يبقى في بريفنت وركس اكشن سايت، يبقى في دايره يعني زي ايه، زي بلان بوت شيك اكت، انا المشكله عندي كذا بحللها كذا واعمل كذا واوصل لغايه ان انا ايه ان انا احلها ازاي واصلحها ازاي، لو بلان بوت شيك اكت انا خدت اعمل ازاي وكده. طيب these complaints should be conveyed to or detected at any organizational level coming in contact with the customer. The complaint shall be appended onto a preventive and corrective action report. اللي هو ايه؟ Preventive correction report. دي انواع الريبورتس بقى. Format with a consequent corrective and preventive action flow. Disposition of these reports be monitored at corporate levels. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ هيبان لنا في الجاي انواع الريبورتس بقى اللي هي الموجوده اللي هي ايه؟ ستيب 17 الستيب 17 خلاص يعني عملناها ثلاثة ستيبس يعني. يبقى عندنا ايه؟ اللي هو السيستم نون كونفورمنس خلاص والايه؟ والنون كونفورمنس ريبورت والايه؟ بريفنتيف اند كوركتيف ريبورت. الثلاث ايه؟ ثلاث انواع ريبورتات للنون كونفورمنس. سيستم نون كونفورمنس اللي هي خاصه بالاجراءات خاصه بالبروسيدرز، وبعدين النون كونفورمنس ريبورت ان هي ريبورت ان انت عندك نون كونفورمتي سواء بقى في اي حاجه في اي كواليتي في اي حاجه، وبعدين الايه؟ بريفنتيف اند كوركتيف ريبورت ان في ريبورت في الايه؟ البريفنتيف او كوركتيف ريبورت are allowed by preventive and corrective actions according to the following six general sequence. ازاي بقى السيكونس بتاعت الكلام ده كله بقى ايه؟ هنبص عليها دلوقتي في الايه؟ السلايد اللي جاي. Explanation of non-conformance shall be annotated in step 17 list خلاص by the internal auditor for system non-conformance. Quality control inspector for non-conformance report and anyone for a preventive and corrective report. This report shall be formally given to the auditee. يعني أنا في اللي هو الانسبكتور طلع أي ده الانترنال اوديتور الحاجات دي كلها الحاجات دي الريبورت ده هيروح لمين بقى؟ هيتعطى للاوديتي، اوديتي في فرق بين الاثنين، الاوديتور اللي هو بيكشف اللي هو المفتش، الاوديتي اللي هو اللي بيفتش عليه خلاص؟ فلازم ايه؟ بيتسلم التقرير ده بشكل ايه؟ رسمي، والاوديتي ده هو اللي هيعمل ايه؟ اكزامينيشن اوف ذا روت كوز اللي هو الروت كوز اللي هو السبب الروت كوز اللي هو السبب الرئيسي، السبب الاصلي، السبب الجذري الجذري عشان بس نقول كوز سبب الجذري او الاسباب الجذريه shall be done by the ODT. يعني هو الراجل اللي حصل معاه المشكله مش هو طبعا ممكن يساعده
ممكن يساعده يعني، بس ما إيه ما يديلوش الحاجه ويقول له دي كذا، لا لا، حتى لو عارف يسيبه هو يفكر، لان هو لما يفكر في حاجه يفكر في حل ويطلعه ويعرضه على الـ على الاوديتور، يبقى في مناقشات بقى، خصوصا الانترنال اوديتور غير الاكسترنال. الانترنال اوديتور ده صاحبك اخوك وزميلك ممكن يعيشوا ملح بنقول اخره، بس هو بيعمل واجب اللي عليه وبيأدي الواجب اللي عليه خلاص. فاي حاجه دي ستيب بقى بتاع الشغل، انك ايه ان الريبورت هم الريبورت بتتعطى مين؟ رسمي الاوديتي اللي تم تفتيش عليه. examination of the root cause shall be done by the auditee responsible function and appended on the format. و والفانكشن بقى اللي هو الفانكشن اللي هو المسؤول الوظيفي and appended on the format، لازم يبقى ايه اللي هو لازم يبقى عارف وفاهم، وهو اللي ايه اللي يدرس الروت كوز دي مع الاوديتي. يعني لو الاوديتي مش هو الروت الرئيسي، يبقى يعني ارجع للمدير بتاعي بقول كذا 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 خلاص. طيب the auditee responsible function shall decide on the corrective and preventive action occurrence and fix a target log, then shall make its way to the quality assurance department for verification and inspection. الاوديت اللي هو اللي تم التفتيش عليه هو الريسبونسبل فانكشن، يعني اللي هم زي ما قلنا زي مديره بقى، اذا كان المسؤول عن الفانكشن نفسه هيحدد الكوريتيف بريفنتيف اكشن، ازاي اصلح النون كونفورمتي دي خلاص، وازاي اتلافاها بعد كده اللي هي البريفنتيف، وافكس التارجت ديت، يعني انا هصلحها في خلال قد ايه، وهمنعها خالص في خلال قد ايه، يبقى كلام واضح مش ايه يلا ادينا هصلح او هعمل ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله، بس ايه بكره ان شاء الله، بعد بكره ان شاء الله، بعد يوم ان شاء الله، بعد اسبوع ان شاء الله، بعد شهر ان شاء الله، بس تبقى عارف انت ايه محدد المشكله وعارفها وتعمل لها الايه الكوركتيف والبريفنتيف اكشن بتاعها. وبتعمل ايه ان نون كونفورمس لوج، لو عندك لوج اكتب فيه نون كونفورمسز، دي بتبقى ايه بتفيد في حاجات كتير قوي، في انك تبقى عامل داتا بيس دي، بتبقى عارف الكي بيرفورمنس انديكيتورز بتاعك، بتبقى عارف انت الايه الستاتستكس بتاعتك بتاع الشركه. The quality assurance auditor, quality control inspector shall verify the corrective and preventive action taken on or after the target date. يعني في التاريخ بقى المحدد، يبقى انا ايه الاوديتور او الانسبكتور هيرجع بقى على الموضوع يشوف اتعمل ما اتعملش في تاريخه او بعد تاريخه، يعني بعديها بيوم بعد بيومين زي ما هو شوف بقى، عشان برضه ايه لأن ممكن في ناس بتبقى يعني مفتحه شويه في تاريخ اللي بتعمل شو معين او كفر معين او الى اخره، فممكن انما ايه يعني هو بقى بيعتمد بقى دي الخبره العمليه او الواقع اللي عايش فيه. يعني قلت لك مثلا انت احنا اتفقنا ان انت مثلا يوم الخميس الجاي هتكون مخلص الايه العمل الايه الكوركتيف بريفنتيف اكشن بتاع الموضوع ده خلاص. انا يوم انا يوم الخميس كانترنال اوديتور بروح وبشوف الموضوع ماشي ازاي، افوت الخميس، افوت الجمعه، افوت السبت، اروح الحد، لو ما لقيتوش العمل تبقى مشكلة بقى. If not then a new target date shall be given. لو أنا رحت يوم الخميس لقيته ما خلص، يبقى لازم يديني تارجت ديت تاني. ما أصل مش أصل الموضوع مش مشاعر مش مشنقة، بس يمكن في الأول الناس ما بتبقاش واخدة الموضوع جد. إنما لما كل واحد يعرف بقى بالممارسة الموضوع ما فيهوش هزار، وإن هيؤخذ على أي حد غلطة، وهيؤخذ على واحد يعني اللي انت بتكتب بتبقى عندك لوج للنون كونفورمنس، مين السبب في النون كونفورمنس دي؟ حسين خلاص. طيب واللي وراها حسين، طب واللي وراها علي،
طب اللي وراها جرجس، طب اللي وراها حسين تاني، يبقى حسين عليه ايه؟ ثلاث اربع مرات، وجرجس وعلي كل واحد عليه مره، يبقى مين اللي عامل المشكله؟ حسين. طب يا عم حسين تعالى بقى، ايه حكايتك؟ خلاص هتوصل لمرحله متشكرين منك، توصل على متشكرين منك، يعني ده سيستم ما فيهوش هزار. ماشي؟ طيب احنا لسه بنتكلم على ايه؟ كل الاكشن سايكلز. طيب A non-conformance log shall be maintained with the quality assurance department to monitor and control the corrective and preventive action process. ان اللوج بتاع non-conformance ده بعمل بيه ايه؟ بيبقى موجود في الكواليتي اشورنس ديبارتمنت، مش بس عند اللي عنده non-conformity، مش على الاوديتي، لا عند الاوديتور كمان. ليه؟ عشان يبقى كنترول الكواليتي بريفنت اكشن بروسس، يبقى بروسس انا بتابع البروسس بتاعي، يبقى انت كوبي او اصل عند الاوديتي وايه وكوبي عندي، ودايما في كل بروسيجر بيبقى بيتقال ان الريبورت اللي طالع هيروح لفلان وفلان وفلان وفلان، او لفلان بس، او بيبقى متحدد في البروسيس الدوكيمنت ده بعد ما بيخلص، واسمه فورم اصلا، لما بيخلص يبقى الريزلت بتاعه بيروح لواحد اثنين ثلاثة. ممكن يبقى عندك واحد بتاع ستاتستكس في الموقع شغال بقى السكس سيجما، عمال بقى بيحسب وبيعمل، يبقى احد الافاضل اللي لازم يروح له الايه؟ ال 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 نون كونفورمنس كلوب. Results shall be analyzed despite meetings for highlighting the state of quality margins of compliance. Chronic non-conformances or anomalies shall be discussed and find solutions. النتائج بقى لازم تتحلل وتتناقش في خلال ايه؟ المانجمنت ريفيو، مع المانجمنت ريفيو مع الاداره العليا. الاداره العليا لازم تبقى ايه؟ تتناقش، لما يبقى في تتناقش على بعضها، يعني دي عشان كذا عشان كذا عشان كذا، لان احيانا بيبقى المشكله عايزه ليفل اعلى، مش الحل ليفل اعلى، فايه؟ ففي الـ في الـ في المانجمنت ريفيو لازم الكلام ده كله يبان. كرونيك نون كونفورمس، كرونيك يعني ايه كرونيك؟ في كرونيك ديزيز اللي هو الايه؟ المرض اللي بيسموه دي كرونيك، يعني ايه؟ مرض مزمن، مرض يعني كرونيك يعني مزمن، يعني نون كونفورمتي ومزمنه، اور انوماليز. خلاص الحاجات المزمنه دي لازم تتناقش كويس ويتلاقي لها اي حل، لان ممكن الحل ما الناس المنفذين ما ايه ما بي ما ما ما, ما مش قادرين ومش عارفين، ما فيش في ايديهم القدره انهم يعملوا هذا الكلام. خلاص طيب The previous six step cycles shall be repeated for the purpose of bringing out reduction in the number of non-conformances within a target time frame. كل الست خطوات اللي فاتت دي هتتكرر، تتكرر دايما. ليه؟ عشان اعمل ايه؟ ان انا اقلل عدد النون كونفورمنسز في وقت معين. يعني انا مثلا في خلال شهر ما حصل معايا نون كونفورمنسز كذا 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 كذا، خلاص لما بتابعهم بقى وبعملهم، افرض انا عملت 50 نون كونفورمنسز في الشهر، اشتغل وراه لازم يبقوا 30 كده، اشتغل وراه يبقى 15، اشتغل وراه يبقى في لحظه من اللحظات النون كونفورمنسز هي ما بتطلعش طبعا، لكن انا بدي ايه؟ اكزامبل بينهم مع بعض دلوقتي. يعني the corrective and preventive actions cycle can be illustrated as in the following slide. بسيطه جدا، ادي عندك اهو الايه الكلام كله المكان معايا من اخره، عندنا ادي اهو ادي internal audit اللي بيعمله مين؟ internal auditor والكاستم، وفي الكاستمر كومبلينتس، مش بتحصل عندي من كاستمر كومبلينتس، او الكواليتي كنترول انسبكشن ريبورت. الثلاث حاجات دول هم سورسز اوف ايه؟ اوف نون كونفورمتي. يا اما انت قلت حصل نون كونفورمتي، يا اما المالك شك اشتكى، يا اما ايه؟ الكواليتي كنترول انسبكشن اشتكى. عندنا ثلاث حاجات اهم. بيحصل ايه؟ بعمل كوركتيف اكشن وبريفنتيف اكشن. بنعمل ايه؟ اللي هو الاوديتور بيعمل كوركتيف اكشن كده، بيديها لمين؟ اللي هو صاحب المشكله، يقول له قوي، يقول له هتحلها ازاي، هتعمل ايه، وزي ما قلنا يتكلم، هيقول
اعمل الشكل الفلاني كذا 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 والايه وبتاريخ كذا واراجعه في التاريخ ده كذا. بعد كده كان بروح فين؟ المانجمنت ريفيو ات هيد اوفيس اند سايتس. في مانجمنت ريفيو بقى لازم يعني انا رايي الحاجات دي ما تتاخرش عن اسبوع يعني، لان بتقدم بتتنسي وفي الاخر بنقول واحنا سوق الباص دي تسيبت ايه والى اخره. ان لما الناس تحس ان الموضوع ما فيهوش هزار وان انا من الاول خالص بنعمل هذا الكلام وبجتمع كل يوم عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي واسبوعين عشان كذا 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 وعندي اجتماع مثلا اسبوعي مع المالك ومع العميل ومع الناس كلها عشان كذا، يبقى دي كلها تبقى في اكشن سايكل بسيطه جدا وكل كلام احنا بنتكلم عليه مش عارف. طيب during the cycle counseling and guidance to the ODT plays an important part. في خلال اللايف سايكل دي السايكل دي بتاعت الكونسل والجايدنس خلاص تو بليز امبورتنت بارت ده جزء هام جدا. كواليتي اشورنس تيم هاز تو انفولف ات سيلف ان ذا كولكتيف اند بريفنت بروسيس وير نيسيساري. الكواليتي اشورنس تيم بقى اللي هو بتاع اما بتاع الشركه اما بتاع المشروع لازم بقى ايه انفولف جوه يحط نفسه جوه within as process جوه البروسيس جوه موجود. A sense of cooperation has to prevail and company personnel has to show conviction to contribute towards the process of change. يعني لازم الموضوع يتاخد بجديه خلاص، يبقى ايه يبقى لازم والناس بتساهم المقتنع لازم تساهم كله يبقى مقتنع وبيساهم contribute towards the process of change كله خلاص. انا عايز اقول لكم على حاجه برضو، لو اشتغلت في شركه اجنبيه ما بيعرفش عربي اول كلمه هتسمعها كوبريشن التعاون، دي دايما كده يعني دي انت فاهمش انا يعني ايه، دي تجاربي مع الشركات الاجنبيه اللي هي انتوا دخلتوا نازل بقى السايت وكان بيقول لك ايه the first issue you have to be cooperative. The most important thing is the cooperation. Cooperation هتبقى ايه؟ متعاون. متعاون مع الناس كلها مع الاخر. دي اهم نقطة. It's okay. طيب ال 18 ال step 18 بعدين خلاص step 18 steps خلاص انتهت يعني. المانجمنت ريفيوز. مانجمنت ريفيوز are a process of reviewing the extent of our management system implementation in the company. المانجمنت ريفيو اللي هو ايه؟ يختص ان هو البوست اللي هو الاجراء لمراجعه مدى تطبيق الكواليتي مانجمنت سيستم في الايه في الشركه. The review sessions must at least be chaired by the management representative. لازم يبقى المانجمنت ريبريزنتيف او الكيو اي كيو سي مانجر يعني عشان اشتغلت الشغلانه دي. فانت ككواليتي تبقى اسمك كيو اي كيو سي مانجر او مانج ريبريزنتيف. المانج ريبريزنتيف دي اللي هو بيبقى مسؤول عن السيستم قدام الاكسترنال اي حد جاي من الاكسترنال او جوه انترنال سموه مانج ريبريزنتيف خلاص. هو اللي بيبقى مسؤول عن الكلام ده كله لاخره. طبعا هو بيبقى ايه ان دايركت كونتاكت مع الايه مع التوب مانجمنت، هو اللي شايل الهم وشايل المسؤوليه. بيريودكالي اند مينينجفولي يبقى الريفيو سيشن ماست بي ات ليست لازم المانجمنت بريزنت تكون موجود فيها. لو التوب مانجمنت مش موجود مفيش بس لازم تبقى بيريودكالي ومينينجفولي. انا بالنسبه لي شخصيا عاشق يتحط فيه كل حاجه اون تيبل، وده غير بقى لو في السكه احتجت حاجه وحصل حاجه قوي في السكه، انما لازم اسبوعيا يبقى عارفين اصلا مرجلينا واحنا ماشيين ازاي ونعمل ايه ودينا ماشيه ازاي. The review sessions has to be either separate reviews for tackling selective matters or collective management review meetings where all questions participants attended. Matters related to the corrective and preventive actions have to be specially discussed for moving
the process of invitation to us. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انت ممكن تعمل special review او separate review لحاجات معينة. يعني انت لقيت مثلا لقيت في الايه في البروكيورمنت مثلا، تقوم انت عايز تعمل ايه؟ انت عندك مشاكل في البروكيورمنت، ما تلمش بقى الناس كلها عشان تعمل الاجتماع، عشان لا ممكن يبقى سيبرت ايه ريفيو لمثلا بتوع البروكيورمنت. عندي مثلا في مشروع معين انا بعمل اجتماع معين للكلام كله، انما في ممكن يبقى اجتماع عام يبقى فيه كل بريفنت واكشن، يبقى ايه بتتناقش كلها بايه في وجود كل الناس. خلاص طيب، these sessions have to be carried out both at the head office and sites. الاجتماعات دي لما اقول دلوقتي انا يعني تطلع مطلوب مني عادي من غير ما الاجتماعات دي لازم تبقى في الكاربوريت وفي السايت، وممكن تتنقل من السايت للكاربوريت لما تبقى الموضوع ايه محتاج للتدخل في الكاربوريت. يعني انت ممكن في كونفرنس كتيره تخلص جوه المشروع، لما نلاقي ان في حاجه دخلنا في الروت كوز لقيناها جايه من الموردين او من اي حد بره المشروع، يبقى لازم ايه يدخل مع الاجتماع بتاع الايه بتاع الهيد اوفيس. One of these ideas that top management members attend some of these sessions. مش of the best ideas. أنا بالنسبة لي دي ضرورية. It's a must. أن top management لازم يبقى عارف هذا الكلام. ولا يعيب حد. Non-conformity مفيش يعني مفيش حاجة يعني مخلوقة 100%. خلاص؟ طيب. لأن يعني top management لازم يعرف أمره هو السيستم. الكل اللي على فكرة المفروض الكلام ده كله تبقى فيه شفافيه، هي مش ضد حد، يعني ممكن واحد يبقى مظلوم في هذا الكلام كله، يبقى كل العيوب عنده، وتيجي تبص تقعد تعمل الروت كوز تلاقي ان هو عنده معدات خربانه مبوظه الدنيا، تلاقي عنده طقم تعبان تحت ايده، لما تقعد تعمل اناليسيس بقى تعمل الروت كوز تقول له لا يتعلق بالايه؟ بالشكل هو المسؤول عن الكلام. طيب statistical analysis هنا دخلنا بقى في الايه statistical اللي بنتكلم عليها، ومن دي بقى بنطلع على ايه؟ على total quality management وعلى six sigma بقى statistical analysis. Compliance or non-compliance of quality management processes is measurable once the system processes are defined in the manuals and plans. يعني بيبقى compliance او non-compliance يعني مطابقه او غير مطابقه لل quality management processes بتتقاس لما يبقى السيستم بروسيس ار ديفايند ان مانوال اند بلانز. خلاص ذيز ميجرمنتس شال بي تابيوليتد، هذه القياسات لازم تبقى ايه محطوطه في جدول. ستاتيك اناليز تو نو كواليتي مانجمنت سيستم كونفورمنس، ان انا بقيس الكونفورمنس اللي هي الكونفورمنس اللي هي ال مش ايجابيه كونفورمنس يعني ال يا رب بسم الله الرحمن الرحيم معلش كونفورمس يعني اعتقد يعني الغالبيه يعني عارفين يعني ان هي مطابقه انها مطابقه. خلاص the quality assurance department has to compile data and statistically transform it into usable results. ال quality assurance department بيعمل ايه؟ بيقارن بقى الداتا ببعضها وبيحولها statistics، بيحولها لايه؟ لنتائج ممكن نستخدمها. والله احنا من التحليلات بتاعتنا هنقول والله في مثلا المكنه الفلانيه مثلا او الجهاز او الى اخره دي مسببه، ما ادخل بقى على الاناليس بقى والكوز الكلام ده كله، لا ده المراقب في الحته الفلانيه ده المشاكل كذا كان عنده بقى لازم يتعمل له تلين معين او كذا او ننقله حته ثانيه ونجيب حد ثاني هنا، يبقى في اناليسز وفي حاجه واضحه عشان ايه تتحل. ماشي الحال؟ يعني مش عيب ولا يعيب حد ولا يعيب مهندس ولا يعيب مدير مشروع ولا يعيب حد خالص، بس نبقى عارفين الموضوع بشفافيه وبايه وبعلمان. اخر خطوه preparation for the pre-audit and certification. احنا بقى عملنا الكلام ده كله وكل قسم اتظبط،
وتعمل انترنال اوديتنج كان لكم الاخر، وقلنا في الاخر لقينا نفسنا ان احنا ايه خلاص السيستم بتاعنا بقى ماشي، معرفتنا بقت ماشيه، النون كونفورمتي كونفورمز بتاعتنا خلاص لقينا في ليميت معقول جدا تكاد تكون يعني ايه ما فيش حاجه طبعا 100% انما within acceptable results. يبقى انا بعمل ايه بقى هنا؟ An external pre-assessment or pre-audit shall be offered for the company before the final certification audit. This is to have an unbiased opinion about our quality management implementation. على ده انت رسم بتتفق مع شركه اللي هي بتاعت الايه؟ الاكسترنال اوديتور بقى بلو فيريتاس اس جي اس تدي بقى الشهاده قبل ما بتيجي الاجراء الرسمي. هو بيجي لك في يوم معين الاجراء الرسمي عشان يعمل بقى ايه؟ يراجع بقى، وغالبا بيراجع عشان ايه؟ خلاص تديك الشهاده. المفروض بيبقى فيه في الاتفاقات نعمل ايه؟ بري اسسمنت او بري اودت قبل ما يجي عشان ايه؟ يخلص بقى ويوقع ويسقف له ويحضر الحفله والكلام ده كله الاخر يوميه او ثاني يوم او غيره. المفروض ان في اودت اكسترنال اودت بيبقى جاي من مين بقى؟ من الشركه المانحه. احنا كل الكلام اللي فات كنا بنتكلم عن مين؟ على الكونسلتنت او على الانترنال بيرسون اللي شغالين في عمل السيستم. فبنتكلم على الراجل اللي هيجي من بره عشان يدينا ايه؟ الشهاده. Months earlier we have to invite quotations from various certification bodies from in country and abroad after confirmation on their credibility, capability and economics. A comparative process will be presented to our managing director to be selection of certification body. يعني كم شهر جدا قبل ما نخلص الاخر، لان طبعا الحاجات دي مش هتبقى شركات اجنبيه، ان مثلا بيبقى اخد بقى عروض من الشركات اللي هي الشركات اللي هي الاكريديتد ان هي تدي شهادات، ان هي مش احد بيدي شهاده، يعني لازم يبقى ايه زي ما قلنا بلو فاريتاس. اي حد الشركات اللي هي بتدي اكريديتيشن سواء اجنبيه سواء مصريه بيبقى ايه؟ بيبقى لازم ايه؟ بتعمل بتاخد منهم عروض، وبتبقى عروض فنيه تعرف هم هيعملوا ايه، وبتبقى فيه عروض ايه؟ مالية يعني. وعادة برضو هو مش سر اقول لكم برضو ان عادة اي واحد اي كونسلتنت بيبقى ميال لشركة معينة، بيبقوا عارفين وعارفين شغله وعارفه مع الشروب، يبقى يعني ايه يقول لك انا مثلا بحب التيشيرت بحب التيوف، واحد يقول لك بحب الروفيتاس، واحد تاني يقول لك بحب الاس جي اس، واحد تاني يقول لك لا انا بحب الشركة المصرية اللي هي جديدة الشركة المعمولة دي اللي عاملة في المتحف. فالقصد ان تعرف يعني الموضوع مش 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 مباهوة، لا واسع يعني كل واحد بيبقى يعني، يعني لو انا كونسلتنت بشتغل في هذا الكلام عارف اشتغلت مره مع مره مع تشيف مره مع تشيرت مره مع بروفيتاس مره مع ده مره مع مره مع ده، فبيبقى في ايه الناس اللي بتعلم اكتر بيبقى احيانا بيبقى في تخصصات معينه، يعني ممكن بعمل مثلا الايزو سيستم لشركه لشركه لمصنع نجاره مثلا او شركه بتنتج موبيليات، مره ثانيه بعمل لمصنع حديد، مره ثانيه بعمل لمشروع مثلا مترو، مره ثالثه زي مثلا للمتحف المصري، مره ثانيه لكذا. فببقى عارف وانا في السوق، انا كونسلتنت في السوق، كل شركه من دول هي اقوى في انهي اتجاه وفي انهي حته، وناسها متمرسين في انهي حاجه من دول. Preparation for the pre-audit and certification audit. If you get nothing like the pre-audit certification audit, but the ultimate test of the quality management implementation will going to be our ability to show compliance to the ISO CASA standard. The assessment shall cover our head office and our construction sites. إنما أنا بعمل بقى الألتيميت تيست بقى يعني ال 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 التجربة بتاعتي السيستم بتاعي بقى خلاص، يعني انا عملته وجربته. Months earlier we have to invite quotations from various and all the deal برضه after confirmation of their scalability. يبقى انا بقى ايه يعني كذا شهر قبلها بستدعي
شركات تديني كوتيشنز اللي هي عروض، اللي لازم انا اتاكد بقى من الكريديبيلتي بتاعتها، من المصداقيه، كريديبيلتي المصداقيه، وايه والكابابيلتي والقدره خلاص، والايكونومكس، والايكونومكس اللي هي الاقتصاديات بتاعها، والايه والايه والكومباراتيف بروسيس، المقارنه ما بين البروسيس اللي هي هتعملها عشان تيجي تكشف عليا، على الشركه، على المكان اللي انا بعمله، وهتخلص قد ايه، وانا بقى بقرر يعني. بقرر طبعا بالاتفاق مع الماجن دايركتور او مع التوب مانجمنت وهكذا. After passing the final certification audit with the proof that you are adhering to the system requirements of as 2001-2015, the certification body shall announce the results and send us certification in a period of 30 days from this announcement. لما بعدي بقى الاودت بتاع final certification وبثبت ان انا adhering مع النقاط اللي بنتكلم عليهم، اللي هم ال 10 تبواب اللي هم اللي موجودين، 10 فصول اللي هم في الايزو 2005 و ايزو احنا بنتكلم عليه يعني النهارده، الايزو 9001 خلاص، بيعمل ايه؟ بيجي يشيك ويعمل بتاعته، كان بقول خلاص، وطبعا بيبقى عامل بري اودت الاول، بيقول انت عندكم مثلا هنا مشكله، هنا ملحوظه، هنا وهكذا. وبنخلص هذا الكلام بيعمله، بيجي هو يعمل الفاينل بقى اوديت، وبي ايه وبيروح بقى عند الشركه بتاعته، هو عاملها يوصل للمكان خلال من 15 ل 30 يوم. عاده بتبقى اقل من كده، بس ده كلام بقى ايه اللي بيتكتب في بتاع. احنا كده خلصنا الجزء الكبير جدا والموضوع انتهى. بس في نقطه مهمه جدا، ودي كانت موضوع لوحده، انا حبيت ان انا برضه احنا قاعدين نقفل الكلام ده النهارده، فانا حبيت ان انا اوريكم برضه الكواليتي موقفها ايه في الشركه او في المشروع، تتحط فين؟ هل هي فوق يعني فوق البروجكت مانجر، ولا جنبه، ولا تحت، ولا فين؟ فالاورجنايزيشن فور كواليتي دي موضوع مهم جدا. The importance of organization charts for quality. All quality assurance standards place great importance on the organization for quality. اي حد شغال في الكواليتي اشورنس بحط اهميه كبيره لايه؟ الاورجنايزيشن بتاع الكواليتي، التنظيم او ال شارت اللي هو التنظيم بتاع، لان الكواليتي لا اورجنايزيشن بيعتمد على في شركه او في كبيره، شركه صغيره، هل هو في مشروع او في عده مشاريع، في بورتفوليو مثلا او في بروجرامز. طيب هنا تعريفات خفيفه كده، بيجي ستاندرز 5750 ايميج ذا فولوينج كومنت. Suppliers have to identify the functions as activities that directly affect and delegate to the personnel responsible for the function specific authority to discharge their responsibility. أي مورد لازم يحدد الفانكشنز اللي هي الفانكشن اللي هي الوظائف والاكتيفيتيز اللي هي الأنشطة اللي هي إيه؟ بتأفكت دايركتلي دايركت أفكت والمسؤول عن تنفيذ هذا الكلام خلاص، الفانكشنز دول يعني بيبقى كل واحد شغال في مع السبلايرز دول، في واحد مسؤول عن ايه؟ عن الـ مسؤول واوثرايز ان هو ايه؟ يتشارج ريسبونسبيلتي دي، وحتى ممكن برضه ايه؟ يفوت حد في الريسبونسبيلتي، يعني في واحد اصلا عنده responsibility function معين. طيب NS national standards 5801 makes the following comment: manager of quality for quality assurance department shall have organizational freedom and an independent position in the organization with direct responsibility to top management. هنا دي نقطة مهمة جدا، ان الكواليتي اشورنس ديبارتمنت لازم يلوه حرية في التنظيم بتاعه خلاص، وعنده independent position، independent يعني
وظيفه او مكانه اندبندنت، لو مش مرتبطه بحد في التنظيم، ومسؤول مسؤوليه مباشره قدام الايه؟ التوب مانجمنت، الكواليتي اشورنس ديبارتمنت مسؤول قدام التوب مانجمنت، مش مسؤول قدام حد تاني. هو هيبان لنا بعد كده بعض في بعض التنظيمات وبعض الشركات بتحط الكواليتي اشورنس تحت مثلا بروجكت كونستراكشن مانجر او الى اخره. دي طبعا كل حاجات معلومه وهيبان لنا دلوقتي. انا بتكلم على ايه؟ كل ستاندرد الدوليه بتقول ايه؟ هل الستاندرد Z229 makes the for of quality can be considered the sole domain group. مسؤوليه الكواليتي اشورنس والكواليتي مش ممكن نعتبرها مسؤوليه جروب واحد. يعني الناس اللي هي الكواليتي اوديتورز او الكواليتي انجينيرز او اخره مش هم مسؤولين على الكواليتي لوحدهم. Everybody in the company or in the project is responsible for the quality. Many functions and activities at all levels of the organization are involved. جميع الوظائف وجميع الأنشطة في كل المستويات وفي كل القطاعات اللي في التنظيم موجودين جوه النظام ده involved، يعني جوه الكلام ده كله. Persons assigned responsibility for assurance of quality should be aware of but free from pressure of cost and production and be given the necessary authority to perform the roles effectively. اي حد بقى اي حد بي 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 بيعين كمسؤول لاداره الجوده الكواليتي اشورنس لازم يبقى عارف ولازم يبقى free from the pressure of cost and production. ان هو ما بياخد قراره هو لازم يبقى حر، ما يقعدش يقول لا انا لو طبقت كذا الكوست هيزيد او البرودكشن هتقل او لا. كواليتي ما فيهاش يعني تولرنس، ما فيهاش تولرنس يعني ايه؟ ما فيش فصال، ما فيهاش فصال. يبقى هو فري فروم ذا بريشر، لا ده انا لو زودت لو عملت كذا وغيرت كذا الكوست هيعلى. لا انا لما باخد قرار ككواليتي اشورنس ما ببصش للايه؟ الكوست، الا اذا كانت بقى حاجه ايه بره السنس، يبقى السيستم كله بيتغير او حاجه اساسيه او جذريه بتتغير. لان في الظروف العاديه ما ببصش للكوست عشان ايه؟ اظبط الكواليتي بتاعتي زي ما هي مطبق عليها في الايه؟ في المواصفات بتاعتي في الشركه. هو لازم الكواليتي اشورنس مانجر عنده ايه؟ الاثوريتي الكافيه ان هو ايه؟ ينفذ الرول بتاعه. كواليتي اشورنس ديبارتمنت اورجانيزيشن، احنا هنا ايه؟ الماجيك دايركتور الكواليتي اشورنس تحت الماجن دايركتور. طبعا هنا عنده ناس تانيين معاه، ماجن دايركتور مش كواليتي اشورنس بس انا بتكلم دلوقتي على الايه؟ الديبارتمنت بتاع الايه؟ الكواليتي اشورنس علاقته ايه بالايه ماجن دايركتور؟ هو تحت الماجن دايركتور على طول، مفيش حد فوقيه، لا كونستراكشن مانجر ولا ديبارتمنت مانجر ولا كده ولا اخره. تحت ايده السكرتاريا بتاعته اهي، هنا اهي، وبعدين ادي انترنال اوديتورز اهم الاوديت، وبعدين اكسترنال مانجمنت سيستمز اسسمنت اوديتس اللي هي الناس اللي بتجي من الاكسترنال من بره. الكواليتي اشورنس تريننج في ايه؟ البروجكت كواليتي اشورنس بيرسونال، ده اللي هو الايه؟ كواليتي اشورنس ديبارتمنت اورجانيزيشن اللي هو الجزء ده. طبعا هو مش بس هو يعني في المعرفه ده في ايه؟ في اورجانيزيشن شرط كبير، انما ده الجزء بتاع مين؟ بتاع الكواليتي اشورنس مانجر. طيب الايديا اورجانيزيشن فور ليفل 1 عندنا هنا ايه؟ المارجن دايركتور تحقيق ادمنستريشن انجينيرنج ديزاين والكواليتي كنترول. حطيت الكواليتي كنترول هنا مع ايه؟ انجينيرنج ديزاين، وادي البروكيورمنت، ادي البرودكشن كاليبريشن، كاليبريشن ده حاجات شغل الكواليتي اشورنس، وده المينتنس. خلاص اللي بيحصل هنا بيعمل ايه؟ بيروح جاي الكواليتي اشورنس حاطه فين؟ هنا تحته على طول. يبقى هو ده شغال هنا، هو الكلام ده كله يعني كواليتي اشورنس ما هوش تحت حد. الكواليتي كنترول هنا ده هو تحت دول بيتابعهم والى اخره، لكن هو مع الكواليتي اشورنس على طول. ماشي؟ طيب not recommended organization for a level 1 company showing the possible location
or the person responsible for quality. عندنا نلاقي ادي الفاينانس دايركتور مثلا، ادي السيلز دايركتور، ادي التكنيكال دايركتور، وتحتيه الايه برودكشن مانجر والايه والديزاين انجينير، وادي اسيست دايركتور. يعني ده ايه هيكل تنظيم كده على قد. يروح عامل ايه بقى؟ يروح جاي ده not recommended at all. ده نوع من الـ يعني ايه عدم الفهم، بس بتلاقيه احيانا الناس بتبقى عامله كده، ما اعرفش بتتعمل ازاي، لكن هذا الكلام مش صح. ان انا بحط ادي ماش دايركتور اهو، انا بقول له انا مش فاضي بقى للكلام وجع الدماغ ده، ده دليل هو يعني ايه مش في ناس كتير، ناس كتير ما بقاش مقدره يعني الكواليتي اشورنس الرول بتاعها ايه ولا يعني بتاعت ايه. بروح احطه فين؟ تحت التكنيكال دايركتور، عنده برودكشن مانجر، عنده ديزاين انجيري، وادي الكيو اي كيو سي مانجر، تحت انسبكتور، تحت الكاليبريشن، ودول بقى هم ايه بيعملوا الكلام ده. وطبعا هذا الكلام ده خاطئ يعني ما ينفعش، لان التكنيكال دايركتور نفسه البروسيجرز بتاعته وكل الحاجات اللي عنده الكواليتي مانجر يراجعه، المانجر دايركتور نفسه البروسيجرز بتاعته والميتنجز بتاعته برضه بيرجعها مين؟ الكواليتي مانجر. طيب هنا في البروجكت والكونتاكت اورجانيزيشن عند المانجر دايركتور، في ادي بروجكت والكونتاكت دايركتور، في ادي بروجكت او كونتاكت مانجر، في هنا ايه بروجكت كونتاكت مانجر وبروجكت كونتاكت بيرسونال، ده شريك في كل كونستراكشن ستاشن. طيب هنحطهم فين بقى؟ الشطاره بعمل ايه؟ يبقى عندك كوربوريت كواليتي اشورنس فين؟ مع المانجر دايركتور على طول، مش تحت حد من دول، لا ده على عليه راس براس. هو مش راس براس قوي برضه، لان ايه المانج دايركتور بصور المانج دايركتور واعي وفاهم، يبقى فاهم راس براس راس براس يعني. احيانا يعني ياما حصل معانا هذا الكلام وخلاص انت بتيجي اصل انت ككواليتي اشورنس او ك بي اتش اس سي مانجر، لما تبقى بتشتغل في شركه ولا رئيس مجلس الاداره بتاعتها او المانج دايركتور بتاعها صمم على موقف معين، خلاص يا عم انت حر. بس حصل معانا كتير انه يروح في نفس الاسبوع في نفس تحضر حادثه، اقول له ايه رايك؟ حادثه واحده بس. عشان كده دايما الفيلوسوفي وده انا مؤمن بيه، ان الكيو اي كيو سي والاتش اس اس اي ده مش اكسبنس على البروجكت ولا على الشركه، ده انفستمنت. يعني حادثه واحده في الشركه او حادثه واحده في المشروع بتخليك تصرف قد اللي هتصرفه طول مده المشروع مره او اثنين او ثلاثه. هنا بقى اللي بالنسبه للبروجكت بقى يبقى اتعمل ايه؟ بروجكت او كونتراكت كواليتي اشورنس يعني يا اما ايه؟ عشان بوبو او كواليتي اشورنس تحكي منه ما الناس دول ايه؟ يبقى ده بروجكت كونتراكت مانجر وده معاه هنا. بس ده بيبقى ايه؟ ده في الماكرو اورجانيزيشن بقى لو تستمر هنا جوه المشروع ده وهو ايه فوق هنا. الراجل ده بيعمل ايه؟ قال له علاقه بالكل، بيراجع البروجكت هنا كده كله، وبيراجع مين؟ الكونتراكت مانجر اللي بتوعه لغايه هنا، وبيدي ريبورتنج لمين؟ الكوربريت مانجر، لان في زي ده كتير في كذا 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 مشروع خلاص، وده الكوربريت تحتيه ده وده ده برضه ايه؟ ده اورجانيزيشن معقول. طيب ادي بروجكت كونتراكت مانجر كما قال دلوقتي، ادي الكوربريت كواليتي اشورنس، ده بروجكت كونتراكت كواليتي اشورنس اهو، هو نفس الكلام اللي هو كنا بنتكلمه عن فتره، بس هنا بقى حجم اكبر شويه. بروجكت كونتراكت انترنال اوديت، سبلاير اسسمنت، سبلاير اوديت، تريننج اند ايه خلاص. بروجرام دوكيومنتيشن خلاص احنا ايه نرمي خلاص احنا فاضي شويه مش كتير ولا حاجه. ده بروجرام دوكيومنتيشن. عندنا ادي الكواليتي بروجرام عباره عن ايه؟ الكواليتي مانيوال احنا قلنا عليه، والبروسيجر مانيوال. ده كتير ليه؟ ده في كل الايه؟ كل البروسيجرز، بروسيجر 1 2 3 4 يبقى 20 30 40 50 بروسيجر تبع الايه؟ عدد البروسيجرز الموجوده في الـ في الـ في الـ في الكلام ده. ان شاء الله يكون في فرصه بعد كده نوريكم حتى الليست والكلام ده كله، عندي الكلام ده جاهزه، بس حبيت ان انا يعني اخلص يعني الاول. الكواليتي مانوال ده اللي بتاع الايه؟ بتاع الكوربريت، منه بيتاخد ايه؟ البروجكت كواليتي بلان.
يعني ادي فورس كواليتي مانوال ده بيتاخد من ايه؟ بيتاخد من الكوربريت كواليتي مانوال. ده الفورس كواليتي بلان. الكواليتي بلان مش مجرد اللي هو كواليتي مانوال، لا الفورس كواليتي مانوال اللي هو بنشوف البروسيدرز بتاعت الشركه. الموضوع مش ترتيبه مش صعب ومش سهل الحاجه جاهزه، بس انت بقى كواليتي اشورنس فاهم شغلك هتقدر تعرف ان مش كل، يعني انا عندي مثلا 50 60 بروسيدر في الشركه، انا واخد مشروع مثلا حجم معين او شكل معين، مش هاخد كل اللي في الشركه واطبقه على المشروع. مشروع له خصوصيه معينه، مشروع بسيط هكذا، مش كل البروسيدرز بتطبق عليه. وبعدين الكونتراكت برضو كلمه كونتراكت دي هتكلم عليها بعدين. الكونتراكت دي مش وثيقه العقد، يعني مش في جنرال كونديشن والسبيشال كونديشن اللي هو زي ايه؟ اللي هو الفيدك مثلا او العقد البريتش او العقد المصري او لا، مش الشروط او الشروط الخاص. الكونتراكت ده خمس ست حاجات، الرسومات والمواصفات والشروط العامه والشروط الخاصه وقرابات المتبادله. ده الكونتراكت. عشان البروجكت بلان ده مش الكلمه مش على قد دي، الكونتراكت بلان بيشمل كل ده. البروجكت بروسيدور مانوالز زي ما قلنا، البروجكت كواليتي مانوال اهو اللي هو متاخد من الكواليتي مانوال بتاع الايه ده، اللي متاخد من الكواليتي مانوال بتاع الشركه خلاص، بتاع الكواليتي مانوال للمشروع. هنا الكونتراكت، الكونتراكت ده عباره عن خمس ست حاجات زي ما قلنا، اللي هو لو انا عندي حتى فيدك سيستم، الفيدك ده في الفيدك اللي هو الجنرال كونديشن سبيشال كونديشن، لو في اي خطابات متبادله، وبيجي بعد كده في الايه المؤسسه والرسومات والشروط العامه والشروط الخاصه والخطابات المتبادله. ده كلمه كونتراكت، مش كلمه كونتراكت يعني كده بس، يعني فهموا عشان انا هتكلم على الكونتراكت بعد كده. بس عشان طبعا البروجكت كواليتي بلان ده مش لعبه، مش حاجه بسيطه، لا دي بروسيدرز مانوال بقى. مش كنا بنقول ان احنا في الكوربريت في حاجتين، عندك الكوربريت كواليتي مانوال وعندك البروجكت ايه بروسيدر مانوال. الكوربريت في كل المانيوال، في كل البروسيدرز بتاعت الشركه، برضو بناخد منها الحاجات اللي هي ايه للنفع للمشروع ده. طيب الانسبكشن تيست بلان دي اللي هي يعني مش ثابته، بس عاده احنا بنبقى عاملين انسبكشن تيست بلانز، مثلا الاعمال الحفر، الاعمال الخرسانه، الاعمال المباني، الاعمال الالكتروميكانيكال، الاعمال كذا كذا كذا. ودي برضو ايه الخطه بتاعت الانسبكشن والتست بلانز موجود، بيبقى بتعملها تشيك ليست وبتعملها بس. يعني الكلام ده كله اللي اشتغل في الكواليتي عارفه وسهل وعندي عندي اعمله يعني في ايدي يعني حاجات كتير، ويبقى ايه نلاقي وقت ان شاء الله ايه نوريها لكم. بس اللي انا بقوله ايه ان ده الكلام ده كل ده مش كلام لا هو خيال ولا كلام كنت بقلل من الواقع الشغل، واقع الحاجه في الكونستراكشن، وسهل مش صعب. طيب كواليتي مانوال بيج ستاندرد 4778 ديفاينز كواليتي مانوال as a document setting out the general quality courses, procedures and practices on an organization اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. Quality control and quality assurance الفرق بين quality control و quality assurance. الكواليتي كنترول ده ايه؟ part of the quality management focused on fulfilling quality requirements اللي هو الايه؟ زي ما بنقول احنا عندنا عناصر الانتاج المان باور ماشينري ماتيريال اللي هو ايه؟ ان انا براقب كل حاجه وبراقب الايه؟ طريقه الانتاج، انتاج بقى خط الانتاج مش السيستم. الكواليتي اشورنس ده خاص بالسيستم، الكواليتي كنترول ده خاص بالايه؟ بانتاج الخدمه، بانتاج المنتج اللي انت هتبيعه او اللي انت هتديه للاكسترنال برودكت. It involves operational techniques and activities that are aimed both at monitoring processes and eliminating the causes of unsatisfactory performance at all stages of equality. فايه بتشتمل part of quality management focus on fulfilling quality requirements اللي هي الايه؟ اللي هي الكواليتي كنترول. وبتشمل باقي كل الاوبريشنال تكنيكس والاكتيفيتيز اللي بتهدف لايه؟ ان انا اليمينيت الكوز اوف انسستركتيف بيرفورمنس. اليمينيت كل كوزز يعني ايه؟ الغي كل الاسباب اللي تخلي البيرفورمنس بتاعت انسستركتوري في اي ستيج من الكواليتي لوب الثلاثه اللوب اللي احنا عملناها. Quality manual, the word general
is very important. This definition, a quality manual, is usually the first indication a prospective customer receives of the company's approach to quality assurance. يعني انا وانا داخل اي مشروع, داخل اي مشروع عشان اقول له بحط له الشهاده بتاعت انا I am ISO certified, لازم احط الكواليتي مانوال معاه. ما بيبقاش يعني يعني مش حاجه كبيره يعني, بيبقى يعني ايه مش دوكيومنتيشن كبير او بتاع, لا بيبقى يعني ايه فايل زي ما قلنا عليه وهندخل في التفاصيل بقى. اوكي الكواليتي مانوال شود كونتين از ا مينيمم, الكواليتي مانوال عباره عن ايه؟ البوليسي ستيت اللي قلنا عليها, الاثوريتيز والريسبونسبيلتيز المسؤوليات والواجبات, الاثوريتيز الاثوريتيز اللي هي الاثوريتي اللي هي واحد اوثورايز يعني المسؤوليات, المسؤوليات والمسؤوليات ريسبونسبيلتيز, الاثوريتيز السلطات, السلطات والمسؤوليات, السلطات ايه مسؤوليات ايه؟ الاورجنايزيشن السيستم اوتلاينز اللي هو الخطوط الخارجيه بتاعت السيستم, والبروسيدرز اندكس, البروسيدرز اللي عندي اللي هي خاصه بالايه؟ بالمشروع. كواليتي مانيوال شود نوت كونتين ديتيل بروسيدرز, الكواليتي مانيوال ما فيهوش ديتيل بروسيدرز, ما فيهوش الاجراءات, في بيحصل ايه؟ كشف بالاجراءات اللي هشتغلها في الايه؟ في مش حاجه كبيره يعني. الكواليتي بروجرام از ديفايند باي بي اس 4778 as a documented set of activities, resources and events serving implement quality system in organization. اللي هي سياسة activities مجموعة أنشطة و resources اللي هي ال resources اللي هي ال 4M اللي قلنا اللي هي الموارد والأحداث ال events اللي بتخدم إيه؟ تطبيق quality system في ال organization. The manual describes the intent, يعني intent اللي هو الترند الاتجاه يعني. What to be done, هعمل ايه؟ The procedures details, هنا procedures details موجودة, not only what, لا, not what, لا, not what, who, how, when, where, and why, يعني ليه procedure يبقى فيه تفاصيل ده كل ده من اول لاخره في الكواليتي بروجرام. Thus the manual plus the supporting detailed procedures comprise the company quality program. زي ما قلنا هما الحاجتين دول اللي هو الكواليتي مانيوال والايه والكواليتي بروجرام. تمام. كواليتي بلان احنا قلنا عليه ديفاين دوكيمنت ديرايف فروم كواليتي بروجرام سيتنج اوت سبيسيفيك كواليتي براكتسز ريسورسز ريليفنت تو براكتسز اي بارتيكولار كونتراكت او بروجكت, اتكلم عليه قبل كده. الكومباني بروجكت كواليتي سيستم, اعتقد ان دي اخر بتاع هي دي ملخصه كل حاجه, كل حاجه. هنبص دلوقتي دي ايه؟ دي الشركه فوق اهي اللي بتاع عليها فوق, عباره عن ايه؟ ادي الكومباني كواليتي ايه؟ مان اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. ادي الكومباني ديتيل بروسيجرز اللي هم الايه؟ الحاجتين الاساسيتين, قلنا في حاجتين الكومباني كواليتي مانيوال اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي, والديتيل بروسيجرز اللي هم 30 40 50 60 100 زي ما يطلع بقى بروسيجرز, بيبقى كواليتي بروسيجرز وهيلث بروسيجرز وانفيرمنت بروسيجرز وسيفتي بروسيجرز كل كلمه اقول لك. بين دول بقى في ايه؟ الكومباني ريكوايرمنت, شروط ايه؟ الشركه, بعدين ريجولاتوري ريكوايرمنتس, الشروط الايه؟ ريجولاتوري اللي هي القانونيه والايه والاداريه. هنا بقى ده بيسمى كله ايه؟ الكومباني كواليتي بروجرام, مجموعه اسمها الكومباني كواليتي بروجرام او الايه؟ الكوربوريت بروجرام. طيب انا عندي مشروع عايز اعمل ايه؟ بعمل بروجكت كواليتي مانيوال اهو, باخده منين؟ من هنا. هنا في عدد كبير من الكواليتي مانيوالز من الـ يعني في تفاصيل كتيره هاخد منها اللي ينفع على المشروع ده. وادي بروديتيل بروسيجرز, هاخد بروسيجرز برضه من هنا, يعني ده المصدر بتاعها هنا. الكونتراكت ورك سكوب, السكوب بقى المشروع هو اللي بيحدد لي باخد ايه من ده وايه من ده, بيطلع من الكلام ده كله بروجكت بلان كنت بتكلم شويه, وتحت بعمل سوكت سيست بلان وبضيفه على ده كده. ذا اند, هل يا ترى ذا اند؟ هل ده حد يقول ان ده ذا اند؟ ابدا. خلص الكلام ده وعرفه فهمه كويس قوي قوي قوي, بس ده بدايه ان انا اعمل كونتينوس امبروفمنت.
الحد الادنى ليك كمدير مشروع انك تعرف هذا الكلام. اي ريكومند، اعتقد ان انا بعت ال بي دي اف بتاع الكلام. اي ريكومند هذا الكلام تاخده، او مش اقول لك تحفظه على ظهر قلب، بس تفهمه، تعرفه، تستوعبه، تاخد الفوكابلري بتاعه، هتفرق كتير جدا 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 لو انت داخل على شغل، مش داخل على شغل ككواليتي مانجر، اي شغل اي شغل المفروض انت عارف يعني ايه بروسيدجرز، عارف يعني ايه كواليتي مانجر، عارف يعني ايه كواليتي بلان، عارف يعني ايه بلان، عارف الكلام ده كله من اخره، تفرق كتير جدا. يعني انت عندك يعني انت لو دخلت اي شركه وفيها نظام هتلاقي نفسك بتشتغل فيها صح، من تاني مش صح. تورز توتال كواليتي مانجمنت، فاكرين في المحاضرات اللي احنا قلنا عندك عندك الايزو ده اول حاجه انك تبقى عامل سيستم تحتيها الكواليتي كنترول والكلام اللي احنا قلناه خالص، وفي عندك بعد كده توتال كواليتي مانجمنت، وعندك بعد كده السكس سيجما، وعندك بعد كده السكس سيجما، عندك ثلاث مراحل بعد ما تعرف الايزو. في نهاية هذا العرض اسمحوا لي أن أحييكم جميعا صف الصف من أساتذتي وزملائي وأبنائي الحاضرين معنا، أدعوكم جميعا للتواصل معنا دائما المشاركين الأفضل ومتبني الفكر والأفضل المعرفة، وأن يكون يومنا هذا استمرارا للتطوير والتحسين المستمر لنا جميعا نحو ريادة التعمير والتطوير في جميع مناحي الحياة، ولتأخذونها بصفتكم صف الصف من المهندسين العظماء. Thank you very much for your attendance. وفيكم نفس، I am ready. أي سؤال، أي استفسار، تحت أمركم. وشكرا على صبركم بصراحة، يعني أنا يعني الساعة دلوقتي وفي 11، إحنا بقى لنا 3 أورز برضه. يعني كتر خيركم بصراحة، يعني 27 واحد اللي صبروا معانا. يعني هم بعد كده ما ينسوناش من الدعاء. لأن بفضل الله سبحانه وتعالى أي حد هياخد هذا الكلام والفوكابلري نفسه، لما انت تدخل على مكان بتنطق الفوكابلري ده وبتتكلم فيه في السعوديه هتفرق كتير جدا، مش في مصر بس، في السعوديه بس، في العالم كله، في العالم كله، في العالم كله. وانا اسف محاضره طويله شويه، صريح حبيبي، جزاكم الله خيرا حبايبي، ربنا يبارك فيكم. شهاده منفصل الجزء ده، فكره مش وحشه طبعا، كواليتي كواليتي ممكن تبقى لوحدها، تبقى لوحدها، تبقى لوحدها ممكن. ممكن بس انا الحقيقه انا بخاطب الكونتراكت دوكيومنتس هنتكلم فيها طبعا 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 هنتكلم فيها. كان اللي جاي بقى هتلاقيه كمان انقح، يعني انا بكلمكم دلوقتي الكونتراكت اللي هو الفيدك، اخر فيرجن في الفيزيك ان شاء الله، قول لي بس نقدر ان احنا نعملها، لانها مش سهله الحقيقه، وعايز اعرض عليكم ونثبت مع بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا متوقع ان شاء الله تدعوا لنا ان شاء الله، ونفضل يعني ايه في 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 قلبكم وفي ذاكرتكم، والله المستعان، ربنا يبارك فيكم. شكرا جدا جدا، واي سؤال باشمهندس احمد الموجود، ولا باشمهندس محمود، ولا استاذنا الكبير الباشمهندس عمر، مين موجود؟ روماني، مين موجود؟ باشمهندس احمد؟ ايوه باشمهندس، انا بك باشمهندس احمد. الله يسلمك. انا عارف ان المحاضره، بس خلي بالك المحاضره دي هي طويله، لكن اخف اخف كتير من الاربع خمس محاضرات اللي فاتت، لان دي شغل، دي شغل براكتيكال، هتقعد تسمعها تاني. وانا بنصح ادخلوا يا اخواننا على المجهود اللي عمله ابننا مهود معتز، وجوه تاني واسمعوا، ركزوا فيه، جزء بتاع كواليتي جزء مهم جدا، وهم جدا. باشمهندس محمود لسه بيتهيألي ما خلصوش، لكن هام جدا. وشكرا. طب باشمهندس احمد، هل في سؤال، في اي حاجه انت بقى يعني مع الـ في اي استفسار يا جماعه، او في حد عنده اي سؤال، او حد عايز يعمل مداخله، اي حاجه يعني، ايام ريدي ايام ريدي. طبعا باشمهندس روماني ما شاء الله عليه، ما بحضرش محاضره، حتى احضر محاضره بره بلاقيه موجود، ما شاء الله. يعني سعيد بيك جدا يا باشمهندس روماني، وان شاء الله
وعطى المهندس ايمن صبري يا احمد. يعني الحقيقه دو يور بيست انكم، لان الكلام ده انا مش يعني استغفر الله، ده انا واجب علي. هذا بره بلاقيه موجود مندم، مين بيتكلم؟ لا ده بس ده صدى الصوت بس يا دكتور. هو تقريبا يعني اهتموا انتوا دلوقتي ان شاء الله يعني اسبوعين معاكم اهو. دو يور بيست ان انت تبص على الحاجات اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي في حاجات خفيفه قوي، في حاجات هتبقى هامه جدا، هامه جدا. وزي ما بقول لكم الموضوع ده والموضوع بتاع الكونتراكت مانجمنت ده موضوع ماجستير ودكتوراه وبراكتيكال، وتقدر تطلع منه لو انت عايز تتخصص في الكواليتي مانجمنت. الكلام اللي احنا عملناه ده اساس جميل جدا جدا تخش فيه كويس، واحنا مع بعض ان شاء الله. ماشي، في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ في اي خاطر؟ في اي طبعا انا ان شاء الله، بس انا مش هينفع النهارده، مش هينفع. انا مجهزه والله من شركه يعني هوريكم ال اسمه ايه ده؟ ال الكواليتي مانيوال بتاعها، وبرضه شويه هنديها يعني برضه هنديها لقاء برضه، انا هوريكم شويه البروسيدرز ماشيه ازاي، ممكن نقول ماشيه ازاي، ريبورتنج ازاي، الكلام ده كله باذن الله تعالى، باذن الله باذن الله باذن الله. ماشي الحال. هنحاول بعد كده برضه ان انا ارتب نفسي ان ما بقاش بعد ما تبقاش طويله قوي كده وتحت امرك. مش في اي 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 طلبات، اي خدمات؟ خلاص تمام يا حضرات، كده تمام يا دكتور، كده ما فيش في الشات اسئله وما فيش حد عايز يعمل مداخله، يعني الفكره كانت واضحه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا على الحضور، ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله الناس اللي بتحضر كلها ما هو لا يخرها، واللي بتسمع الكلام ده واللي بتقدر واللي بيراجع وبيثبته هيحس بفرق كبير جدا 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 جدا. والله الموفق، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نترككم في رعايه الله، وان شاء الله يعني يكتب لنا ربنا اللقاء بعد، مش الحد الجاي بقى، الحد اللي بعديه ان شاء الله بعد العيد باذن الله تعالى. شكرا جزيلا، الف شكر.